نحن رجعنا. فريدة منيحة؟ يا حبيبتي. ايه الدكتور قال صحتها منيحة وطولة ووزنها كله طبيعي. نجلة ستك وينها حبيبتي؟ راحت عالسوق بهالوقت؟ جابت هدول العلب وبعدين قالت نسيت غرض وطلعت وصل لها وقت طويل. عمر؟ يا ربي أنا خايف يكون صاير معها شي. وين بدها تروح؟ لازم اطلع دور عليها فورا. ماشي. أهلين روشان. ماشي يلا جاي فورا. ثواني بنتي، بنتي ديري بالك على أختك، راجعة ما بطول. حاضر ماما. كيفك يا حلوة؟ اشتقت لك روشان. رفيف جيت لقيتها قاعدة هون عم تستناكن. هي على الأغلب نسيانة وين بيتكن لهيك اتصلت فيكي. شكرا روشان، لا تواخذينا عزبناكي. هلأ أنا باخذها، أنت فودي لجوا. طمنيني عنا بعدين. شكرا عزبناكي. ماما. رفيف. يا عمري. ألف الحمد لله أني شفتي. أمي شوفي، صار لي ساعة عم دور على بيتكم وما كنت أعرف وين صرت، وبعدين قلت لحالي روح لعند الست حفيظة بس كمان ما عرفت وين بيتها. أمي ما في وحدة اسمها حفيظة هون. شو هالحكي بنتي؟ الست حفيظة طول عمرها ساكنة هون. طيب ماشي. حبيبتي خلينا نروح على بيتك. تركيني بحالي، انت دائما عم تعامليني كأني مجنونة. امي بترجاكي بلا ما يعلى صوتك. اخرسوا ليه؟ امي. رفيف انا بعتذر بنتي، لا تتضايق مني، مو بقصدي. ولا يهمك حبيبتي، ما بعرف شو عم بيصير بنوب. زياد الله يوفقك تعال فاهمة. ما عم اوعى على حالي ابدا يا زياد. خلص امي لا تخافي، ما صار شي. خلص لا مو بقصدي. لا تخافي امي. طمني امي، كل شي رح يتحسن بوعدك. خدها على البيت. تروحي معي على البيت؟ يلا امي امشي. لما امل عرضت علي الشغل قلت لحالي خليني ساعدك مصروف البيت وقبلت. ايه وشو انا بهالبيت؟ رجل كرسي يعني؟ اعوذ بالله، مو هيك. اذا هيك ليش ما لي خبر بالموضوع؟ انا اشتغلت مع رفيقتي، ما عملت شي غلط. انا ما عندي اعتراض، انا بزعل لما انت بتشتغلي وما بتخبريني بهالموضوع ابدا. ايه انا بس كنت عم جرب القصة وقلت بحكي لك لما اتاكد منها. بعدين انا قررت اترك، ما عجبتني هالشغله والمحل مو كتير مرتب. فات لعندي رفيقه لجميل اليوم، خلص مبين المحل مضروبه، سمعته؟ كيف؟ ايه طبعا. الزلمه فات لعندي على المحل وبالصدفه رن تليفونه اول ما فات لجوا وقال انا كتير مبسوط بحاره الزهور وعم يقول ما حدا بيحس علينا هنيك. قال بهالحاره كل واحد بحاله واعملي اللي بدك اياه انه ما ببين. قمت انا شو عملت؟ فورا اتصلت بالشرطه. ياسمين انا عن جد راسي صار يوجعني منك. ايوه انا كمان راسي صار يوجعني وحاسسه رح ينفجر من الوجع والله العظيم. ياسمين ازعل منك لانك عم تشتغلي من ورا ظهري ولا ازعل لانك عم تتحركشي بجميل؟ هذا المصيبه فوق راسنا، شو بدي اقول لك انا؟ عفوا امل عم تتصل، بس انا راسي كثير عم يوجعني. ها ما بدي رد، خلص بكره بروح لعندها وبقدم استقالتي وبطلع من الشغل بكرامتي. بدي افهم هالمصايب ليش عم تتكرفت فوق راسنا. أمي قبل شوي دقيت لأختي وحكيت معها، بكرة نحن الثلاثة بدنا نروح على المشفى ماشي؟ لا يا ابني أنا ما بدي روح، أنا ماني مريضة. بس يا أمي أنت لما كنت صغير ما كنت تقبل تروح على الدكتور، أنا كنت أغصبك تروح. بس أمي أنا وقتها كنت صغير. إيه لك، أنت وأختك بدكم تاخذوني وتحطوني بمشفى المجانين لأنه صار بدكم تخلصوا مني. أنا ماني مجنونة، أنا بفهم أكثر منكم كلكم. أنا آسف رفيف لأنه ما صدقتك، يا ريت رديت على حكيك من الأول. حبيبي لسه ما تأخرنا كتير، يعني لهلأ منقدر نلحقها وبتتعالج، لا تخاف منوب. يلي مثل وضعها بيخلوهم بالمستشفى مو؟ حبيبي اعمل أي شي ممكن يفيدها لأمك، يعني قصدي إذا الأحسن تنام بالمشفى خليها هونيك. ما بتعرف بجوز ما يقبلوا تنام بالمستشفى، وقتها منجيبها لعنا ومندير بالنا عليها لأنه هي وحدة منا مزبوط. Thank you.
موبايلك كان مسكر وانشغل بالي عليكي. اي يمكن خلص الشحن وما كنت منتبهة. كتير انشغل بالي عليكي. لا ينشغل بالك، الشي اللي عم بيصير طبيعي، انا عم خطير، هي هي الحقيقة. ليش ما قلتي لي انك فتي بسن الياس؟ هالشغله ما بتخجل. ايه لانه مو معقول، ما في رجال بيقبل بمره وهي بهالمرحله، وخصوصي واحد مثلك بده يتجوز لحتى يصير عنده اولاد ويفرح فيهم. انا ما بدي غيرك يا نرمين. شوف مالك، أنا عندي أولاد وهالشعور حلو كتير وما فيني أوصف لك إياه، شعور كتير رائع، وأنا مو حابة أحرمك من هالنعمة أبداً. خلينا نترك بعض قبل ما نتعلق أكتر وكمل حياتي لحالي. لا، أنا ما عم فكر أتركك بنوب. بس أنا ما فيني أجيب لك أولاد. مو مشكلة، أنا ما عم فكر بالأولاد. أنا هلأ بحبك وما بدي شي غيرك نرمين. يسلموا حياتي. امسكي حياتي. سامحتني ما هيك؟ جبت لي الدواء، معناتها انت اكيد سامحتني ما هيك؟ انا بعرف انك عم تشتغلي لحتى تساعديني بالمصروف، وبعرف عم تتعبي. لا كمان بدها تعملني طباخة عندها، قديش وسخة؟ لا وفوقها بدها تدفعني حق الطبخة كمان، والله مو عيب عليها، بعمرك شفت مدير بخلي العامل اللي عنده يدفع حق الأكل تبعه ويطبخ له. بكفي لهون وبس. قولي لك أنت بدك تسلطيني شي ياسمين؟ الله لا يوفقك فوق تعبك ولا قولي آمين، لكن الحق علي كيف قبلت شغلك عندي بس قلت حرام رفيقتي؟ امبارح بعتي كل الأغراض اللي بالمحل بربع حقهم، واليوم تانكا غلق المحل مفتوح ويمكن انسرق. ما تركته مفتوح؟ لا امبلا تركتي، أنا هلا سمعت الخبر من الجيران وخبرتك، بس حضرتك ما عم ترضي تردي على موبايلك، فقلت بجي لعندك على البيت، رح روح عد القطع اللي بالمحل، صدقيني أي قطعة بتطلع ناقصة بدي طلعها من عيونك، فهماني؟ غسان أنا بدي روح. إذا هلأ تركتها لأمل لحالة، البضاعة اللي ما سرقت بتخبيها وبتحطها علي، انتبه على جوجو لبين ما أرجع ما بطوي. ولك ريتو الله يقصف لي عمرك. أمل، أمل وقفي. خرسي ولا تفتحي تمك بحرف ياسمين، والله الحق مو عليكي، أنا الهبلة اللي وظفتك، أنا. حبيبتي بجوز ما لقوا شي بالمحل وتركوه وراحوا، أصلا بالمحل ما في شي عليه العين. خرسي ولا ومو عاجبك المحل كمان؟ تفو وحدة نكارة، الواحد لما بتجي النعمة لازم يقول الحمد لله مو يرفسها. بس بتعرفي شو اللي مفروض أعمله مشان ربيكي منيح؟ رح وقعك على سند فاضي غصب عنك، وطبعا أنا بدي أكتب على السند كل الضرر والخسارة ووقع على السند وارفعه للمحكمة ويصطفلوا فيكي بقى. لك شوفوا هالمجنونة، أنا أصلا مستحيل وقع على ورقة فاضية، وهالموضوع ما بتفتحي معي نهائيا لأنه ما رح وقع. إذا هيك امشي لحتى نروح عند الشرطة واسمعي بإذنك شو بدي أحكي قدامهم. يا سيادة الضابط، هي المراد الرطني وأصلا تركت المحل مفتوح مشان يجوا ويسرقوا، واتفقت مع المافيا ورسموا خطة مشان يسرقوني وتاخذ المصاري وأنا فلس من وراها. العمى حبيبتي أنت مجنونة بدقيقتين، شو هالسيناريو اللي ألفتيه؟ لك والله أنا ما عملت شي. وشو بيأكد لي؟ شوفي عم يدقولي، الله أعلم شو صاير كمان، لك رح تجننيني، ما عندك ولا فيوز. تفضل. ها إيه كيف؟ لك يا زلمة أنت واحد مجنون شي؟ لك فهم؟ حاج تلعي؟ شو نحن جيران ما جيران؟ ايه ما صار لي كم يوم أخذ المحل؟ لك شو عم تقلي أختي وأنا ما بعرفك ولا بتعرفني؟ وهذا الحكي اللي عم تقوله شو بعرفني إذا مزبوط؟ اسمع، أنا كنت رح أتخانق مع رفيقتي من ورا هالقصة. انقلع. لك لا تقول جيران ولا تاخذ وش. شو هالمجنون قال جارتنا ومو صاير شي بالمحل؟
المهم ياسمين حبيبتي، شكل القصة مرقت. انتي لما خليتي غلق المحل مسحوب لفوق، هذا الزلمة خاف كتير وفكر انه في حرامي قام تلبك واتصل فيني. اه يا روحي انتي، تعالي خليني ضمك، مرقت على خير. بعدي عني، بعدي، انتي وحدة مجنونة، انقلعي من هون يلا. خرسي، احترمي مديرتك، انا حاليا المسؤولة عنك، انتي موظفة عندي وانا اللي عم اعطيكي راتبك ومحافظة على حياتك كمان، واذا بدك تكبري راس رح تخسري كل شيء. تحترميني وبتحكي معي منيح؟ هلا روحي من وشي يلا، نقلعي. تذكريها يا أمل، تذكريها. هبلة، شو ما عملت بتضل هبلة. أبدا ما في شيء. ليش أنتوا حدا اتصل فيكم يعني؟ الله معك. يخرب بيته، قدر يضحك على الشرطة كمان. شو نعمل هلأ؟ كيف نقلع من الحارة؟ وقفي لشوف. انتي اللي مخبرتيون عني ما هيك؟ اه انا ما بعرف شو القصة، بس كأنه الشرطة كانوا واقفين معك. خير، شو الموضوع؟ الشرطة شو عم يعملوا بحارتنا؟ ان شاء الله ما يكون صاير شي. شو القصة؟ شوفي ياسمين، لا تحاولي تلعبي معي ابدا، لانه حياتك كلها رح تتغير. انتي وجيرانك كلكن رح تدفعوا ثمن الشي اللي عملتوه معي. جميل ما كان عم يفكر غير بالانتقام، وطبعا ما كان بده ينتقم بس من ياسمين، كان بده ينتقم من كل أهل الحارة. وهالحارة ما رح تكون بعد هلأ بأمان، ورح تتغير كتير لأنه الانتقام جاي. بوقت من الأوقات سونيا كانت عم تعيش حياتها الطبيعية سعيدة ورايقة بدون أي مشاكل، لوقت ما عرفت بجريمة قتل أختها، وساعتها تغيرت كل حياتها. وإختها انقتلت على إيد شخص مجهول، ما كان في أي دليل على هويته، هو اللي نقل جثتها ودفنها بمكان مقطوع بعيد عن العالم. والمسكينة سونيا دفنت إختها الوحيدة بإيديها تحت التراب، وما بقي لحدا بهالدنيا من بعدها. ومن وقتها كانت كل غايتها بالحياة إن تلاقي المجرم يلي قتل إختها وتعاقبه. وفعلا وصلت لغايتها، وبعد فترة قدرت تعرف مين المجرم يلي قتل إختها وسلمته للعدالة. القاتل جميل قدر يتغلب على العدالة اللي اعتبرته بريء، طلع قبل ما تنتهي المدة اللي انحكم فيها بالسجن. سونيا حاولت تتعاقب جميل بنفسها وتقتله بإيديها، بس فشلت. وهالمرة صار دورها بأنها تنسجن. الشرطة ألقت القبض عليها بتهمة التعدي على جميل، بس مع هيك ما تراجعت عن فكرة الانتقام لأختها وظلت مصرة. الانتقام صار جزء أساسي من حياتها وما رح تتخلى عنه. الوقت عم يمرق بسرعة يا بنتي، وانتي ما وصلتي لشي. عم حاول كتير أمي، بس هو كل ما جيب سيرة خالته بسكر على الموضوع فورا. رح يجي يوم ويغلط قدامك، انتبهي أكتر على تصرفاته، فتشي بتيابه، فتشي بالكمبيوتر، يمكن يكون كاتب شي. عم دور، بس هو مو تارك أي دليل وراه. انتبهي أكتر، رجعي فتشي إلا ما تلاقي شي. عم يجبرك تنامي عنده بنفس الغرفة؟ أحيانا، بس ما برد عليه. العم بقلبه لهالحقير، حاكي وانتي معه بالتخت. افتحي له سيارة وقصاص، احكي له شي عن الماضي، لتوصلي بكلامك لعند خالتك، استدرجي حتى يعترف. فهمتي؟ طيب ماما. وقت الزيارة خلاص. بنتي انتبهي، ديري بالك منيح ولا تركدي ورا العواطف والكلام الفاضي. فهمتي علي؟ فهمت عليكي. لا حبيبتي، هي المصلحة منتهية من زمان، ما بقي إلى زباين مثل أول. يا أما بدك تبيعي قماش هندي، وطبعا هذا كله مغشوش وما في منه بالسوق، أو بدك تدوري على شغلة مو موجودة هون. كلام مزبوط. أمال، أنت بتفهمي بشغلة العقارات، بس ليش عم تحكي بشغلة ما لها علاقة بشغلتك؟ يا بنت، أنا بشتغل دلالة بهالمنطقة، ماشي؟ إيه. يعني بصراحة ما ضل بيت بالحارة ما بعته أو أجرته أو استفدت منه. إيه يا رفيف، يعني شو بدك يعني روح على مناطق تانية ودور من حارة لحارة، اسأل صاحبين البيوت بيتك للبيع، أو بدك روح لعند المستأجرين وترجاهم ليدفعوا أجرة البيت وبعدين مع هالقصة؟
اولا انا مليت، وثانيا انا ما عاد بدي، خلاص تعبت واعصابي ما عادت تتحمل والله. طبعا طبعا، بس انت ما بينخاف عليكي، بكره بتلاقي لحالك شغله تانية. بس انا لقيت يا رفيف، لقيت شغل جديد، بدنا نفوت بشغلات الديكورات. وشو قصدك بدنا؟ انا وانتي يعني، نحن رفيقتين مزبوط، صرنا بنفس الوقت شريكتين. انا امل يعني لا تزعلي من كلامي، بس انا وانتي بعمرنا ما كنا قراب من بعض لنشتغل سوا. بالعكس احسن هيك، أحسن ما نكون أخدين وش على بعض. أولاً أنا بقدر روح أعمل شغل وشارك أي حدا من رفقاتي، بس أنا ما بدي الشغل مع الرفقات، ما بيمشي بنوب. وتانياً والأهم، أنا لحد هلأ ما شفت عند حدا من بيناتهم الذكاء، العقل، التجربة والحضور. والله ما عندهم. شكراً، كلك ذوق أمل، بس أنا ما في مصاري متوفرة معي، يعني راتب عمر يا دوب عم يكفينا لآخر الشهر. ليش أنا طلبت منك شي مصاري أو فتحت تمي بحرف؟ أنا بحط المبلغ من عندي، أنا رح مول الشركة، وأنتي شغلتك بتحطي عقلك وتفكيرك وخبرتك كلها بالشغل. وطبعا وانا اذا بدك ممكن بكون على راس العمل بالشركه وبالمبيعات وبدير الشركه، وانت طبعا بتكوني بالخلف، يعني هيك هيك ورا الكاميرا، مزبوط؟ يعني والله ماني متذكره اسمها، ورا الكواليس. ليش مانك عم تفهمي علي؟ يعني قصدك شغلي بالتسويق. برافو عليكي. انا اشتغلت هيك شيء من قبل وكنت ناجحه كثير بهالمجال، وفيك تسألي عني مين ما بدك. طلعي، أنا عرفت كيف أختار الشخص المناسب وقلت لك إلك فوراً. بصراحة لو في زباين كنت أيدتك وتحمست، بس ما في زباين بتعرفنا. معقول أمل تقرر شي بدون ما تكون متأكدة؟ زباينا جاهزين من زمان رفيف، من هلأ صار عنا زباين مو مصدقين إمتى نفتح الشركة وناطرين بفارغ الصبر. بوعدك يا رفيف إنه أنا وإنتي رح ننغمر بالمصاري من فوق لتحت بأسرع وقت. أنت متحمسة زيادة وعم تحمسيني بكلامك، بس الحقيقة أنا ما بقدر. اسمعي، هاي البنت عم تبكي لأني تاركتها، أنا أملى 5 أولاد، شو بدي بالشغل هلا؟ ولك أنت ليش ما بتلاقي مربيات أطفال؟ ما بيمشي الحال؟ أمل مفكرة ما جربت تدور؟ ما خليت وحدة وما حكيت معها، وحدة جوزها ما بيقبل والتانية بتقلك المبلغ قليل. تخيلي عمر جاب أمه ورضيت، بس المخلوقة صار معها مشاكل صحية ما بتقدر تضل عنا وراحت. طيب ماشي ماشي، شوفي شو رح أعمل. أنا رح لاقي لك مربية أطفال، وإنتي لازم توعديني بالأول إنك رح تشاركيني بالشغل إذا لقيت لك طلبك. بوعدك. اتفقنا. اللعبة اللي شفناها كتير حلوة. حقها كمان حلو، ما شفت؟ طيب إذا حقها حلو ليش ما أخدناها؟ فهم علي، قلت لك حقها حلو يعني غالية كتير، هلأ ما معنا مصاري ندفع حقها. خلص حبيبي لا تزعل، بس يصير معي مصاري أنا بجيب لك ياها. بحلف لك يمين، أول ما أشتغل وعد مني رح أشتري لك ألعاب، مفهوم؟ يا بنت ولك قديش الله بيحبني بعتني لعندك خصوصي بهذا الوقت، يعني الله خلاني اسمع حديثك واعرف انك متضايقه ماديا وما معك حق العاب. لا تجيبي على لسانك سيره الله، لانك وحده وسخه عم تتصتي علينا وتسمعي حديثنا. روحي شوفي اذا سمعتكم. الله الله، بهالزمن الكل عم يتسمع على كله، التنصت صاير هالايام موضه. بس هالمره التنصت على خير. الخير اللي بده يجيني منك ما بدي اياه، بطلبه من ربي احسن. لك وقفي واسمعيني، ليش مستعجله؟ انا بدي ادبر لك شغل ياسمين، والله صدقيني المصاري اللي رح تجيكي من هالشغلة تقدري تشتري فيها لابنك كومة ألعاب. أنا ما طلبت منك تدبري لي شغل، يلا روحي من قدام بيتي. شو بيه؟ ماما فوت. دقيقة ياسمين، اسمعيني شو بدي قلك. ايه؟ بتضلك مستعجلة؟ شو بها هي دبقتني؟ اوف جلال، طلع فيني شوي، روح اتصل بأبوك، ماشي؟ قل له عم يعتدوا على بيتنا، حاكيها على التليفون، خليه خبر الشرطة. شوفي شو بدك مني أمل، ليش عم تلحقيني؟ لك شو بك بتضلك معصبة؟ اهدي واسمعيني شوي، أنا جاية قلك على شغلة، بدي أسس شغل جديد مع رفيف. مع رفيف؟ صدقت. شو بك مثل المجنونة؟ ليش هيك عم تضحكي؟ طبعاً مع رفيف، ليش لحتى ما تصدقي؟ يعني المخلوقة عاقلة وفهمانة ومو ناقصة شي وكمان بحاجة مصاري، وأنا لازمني هيك وحدة، شي طبيعي فكر بالشغل معها. مستحيل رفيف تقبل تشتغل معك. طبعا رح تقبل ياسمين، وليش لحتى ما تقبل؟ الشغله مدروسه ومعروف شو رح تكون نتيجتها. وبعدين انا مثل ما الكل بيعرف عندي نظره فنيه ومزوقه بترتيب البيوت وفرشه، طبعا عم احكي عن طريقه ترتيب بيتي. قررنا نفتح انا ورفيف شركه ديكور. رفيف رح تستلم قسم التسويق والدعايات، وانا لانه عندي نظره فنان رح كون مشرفه على الناس اللي رح يشتغلوا معنا، كله بحقه طبعا. الك عندي شغل، وشوفي اذا بيناسبك الشغل، بالنهايه انت اللي رح تقرري. يعني بصراحة لأنك موجودة فيه طبعاً لا، بس اسم رفيف لنظيف بيخليني فكر.
اتركيني ادرس الموضوع على مهلي ورد لك خبر. ايه فكري وادرسي على مهلك، كانك قطعه نادره وصعب نلاقي مثلك. اسمعي شو رح اقول لك، فكري بسرعه بالموضوع، اذا ما ناسبك رح دور على غيرك. خلال ساعه كوني عند رفيف. يلا جوجو، اخيرا لقيت شغل، لقيت شغل. انت مو طلبت مني لعبه؟ انا رح اجيب لك اياها. امتى رح نجيبها يعني؟ والله اسبوع اسبوعين ثلاثه. كم يوم؟ كم يوم وبتكون اللعبه معك؟ تعال عندي حبيبي. اللي انبسطت؟ وانا كمان. مالك ما بيعرف اني اجيت لهون، انا اخذت عنوانك من سجلات المرضى. حابه اعتذر منك على اللي صار هداك اليوم. تليفون منك كان بكفي انك تعتذري. البهدله اللي عملت لك اياها بتستاهل اني اجي زورك. ما عرفت شو جبلك لتقبلي اعتذاري. توقعت انك بتحبي الورد لهيك جبتهم. الوردات كتير حلوين، ما كان في داعي تعذبي حالك. يسلموا ايديكي، تفضلي فوتي لجوا. شكرا. إلك عندي مفاجأة حلوة. شو هي؟ غمض عيونك بالأول. وهلأ فتحيهم. وقفي، بدي بوسة، بوسيني لشوف. يا عمري انتي. شو عم تعملوا؟ شوفي خالته روشان جابت لي هاي اللعبة. حلوة كتير وباين إنها غالية، ما كان في داعي. الله يسامحك، ما بيغلى علي شي. وشفت لعبة تانية حلوة كتير بالمحل، وبكرة كمان رح أشتري لياها. أنت هيك عم بتخجليني بالهدايا الغالية اللي عم تجيبيها. لو جبتي لها هدية رخيصة كانت انبسطت. شو عم تقولي؟ وإذا جبت لها هدية غالية؟ عم حس حالي مقصرة شو ما جبت لها. خليها تنبسط شوي. شو فيها؟ ألو سمير، هذا أنت؟ وينك أنت؟ وين أراضيك؟ مشغول بالي عليك كتير. طيب احكيلي وطمني عنك. بدك ترجع شي لهون بعد شهر؟ طيب معناتها أنا وشيرين نستناك عند خالتك ببتلس، اتفقنا؟ دير بالك على حالك لو سمحت. حاول ترجع تتصل فيني. كنت عم بحكي مع سمير. عن جد في شي؟ طمنيني. منيح. لازم نروح انا وشيرين على بتلس، قرايبيننا هنيك ساكنين. ليش لا تروحوا؟ خليكن عنا. سمير رح يرجع يفوت على تركيا، هنيك بدنا نستناه. طيب ليش ما بتضلي انت وشيرين وخلي سمير يجي لهون؟ ما فينا نبقى هون روشان، بدنا نستقر بمدينة تانية ونحاول نظبط وضعنا. حبيبتي مو سهل الواحد يستقر بمدينة تانية ويظبط وضعه. بعدين كيف بدكم تلاقوا بيت وتلاقوا شغل منيح حتى تقدروا تعيشوا هنيك؟ اتركي شيرين عنا بلا ما تتشنطط معكم، أنا هيك برأيي. شيرين بنت كتير قوية، بعدين أنا متأكدة إنه وقت تكون معنا رح نتغلب على كل شيء. طيب لبين ما تظبطوا أموركم وتعرفوا شو بدكم تعملوا، خلوا شيرين عنا. أنا ما فيني أروح أترك بنتي عندك، بعدين سمير ما بيقبل بهالشي، نحن أخذنا قرارنا. دقيقة، ما فيك تقرري لحالك وتمشي هيك ببساطة، وقراركم لوحده ما بيكفي. أنا بكون أمّا لشيرين وقراري كمان كتير مهم. وأنا أمّا لديالا، ولا نسيتي؟ شو رأيك إذا بروح باخدها معي هي كمان؟ شو لوين بدك تاخديها؟ إذا أنتوا لهلأ مو عارفانين شو رح تعملوا، الأحسن تتركيها لشيرين هون لتعيش مع إخواتها، وهيك بتطمن عليها وبعرف إنه ما رح تحتاج لأي شي بنوب. وبعدين تصير معي عمت لديالا ما هيك؟ مو عيب عليكي هالحكي أميرة، لساتها بنت صغيرة، ليش هيك عم تقولي؟ الحقيقة معك حق، ديالا ما لزم بأي شيء، الحق على أمها يلي ربتها بهي الطريقة. بعدين فضل شيرين تتشنطط معنا أحسن ما تطلع معي عمتل ديالا. كنت خايفة ما تقبلي اعتذاري عن اللي عملته. ولا يهمك، يعني لو كنت مكانك يمكن كنت تصرفت مثلك. يعني إذا شفت أخي مع وحدة أكبر منه وبيحبوا بعض. بصراحة الشغلة ما لها علاقة فيكي، أصلاً أنا كنت متضايقة وهداك اليوم فشيت خلقي فيكي. إن شاء الله ما تكون مشكلة صحية. بنوب ما في هيك شيء، زوجي سامر من وقت ما تقاعد مقضينا نقار كل الوقت. قبل كان يسافر كتير برات البلد، بس هلأ قاعد لي بالبيت 24 ساعة. والله صعبة. عم يتدخل بكل شيء ورح جن منه. قلي لي شو أعمل؟ لا تخلي بقلبك، احكي كل شي، لأنه إذا خبيتي ما حدا رح يضايق غيرك صدقيني. بحكي معه بس ما في فايدة بنوب، كأني عم حاكي الحيط. الكيك كتير طيب. الصحة وعوافي.
نرمين لا تواخذيني، وجعت لك راسك بمشاكلي. لا لا ولا يهمك، ليكي شو بدي اقول لك، تعوا لعنا انت وسامر مشان نتعشى سوا، ومنه مالك بيكون اجا من شغله. شو قلتي؟ بس نحنا ما بدنا نعذبه. لا ولو ما في عذاب، بتشرف فيكن يا ميت اهلا وسهلا. اكيد رح نجي، اساسا مالك دائما بيمدح باكلاتك، هي فرصه لندوقن. غسان؟ اي حبيبتي. اعطيني رايك بتيابي. واو حلوين كتير. ليك بدي اقول لك شغله مهمه، انا من اليوم ما عدت خياطه عاديه ولا خياطه هون بحاره شعبيه بتشتغل للناس البسيطين ليعطوني اجره قليله وما حدا بيعرفني، ولا انا شو اشتغلت اخر مره وانت عصبت علي؟ شو بيقولوا لهم؟ تصميم وجهات. وهالشغله سكرنا عليها، انا خلاص رح ابدا حياه جديده وشغل جديد من هلا ورايح. شغل جديد؟ شو بدك تشتغلي مصممه يعني؟ هي فكره حلوه، يا ريت اقدر اشتغلها، بس ما بتزبط لانه عندي ولدين. الشغل احلى من هيك. انا رح اشتغل مع رفيف وامل بالديكورات والتصميم. امل ورفيف؟ ايه. ليش صفنت ليكون ما عجبك؟ مو هيك، انت بالعاده مو بتقولي انه امل ما لها صاحب؟ مو هيك، لا والله انا غيرت نظرتي بالحياه، ما عاد قيم الناس مثل ما بدي. عن جد انت مو بتقول الانطباع الاول مهم كثير، لانه الوحيد اللي بيعلق بذاكرتنا وبنحكم من خلاله على الناس. كلمه حلوه من امل خلتني افكر اكثر. والله عن جد مو بيقولوا انه لازم نحلل نفسيه الشخص وبعدين نحكم عليه؟ هلا بالنسبه لامل، ابوها تركها من زمان هي وامها، وراح تجوز وحده تانية اصغر منه بالعمر. اخوها معه مصاري ما بتاكلها النيران، وتجوز 3 مرات مدري 4 مرات وما بيسأل عنا. لما توفوا ما ضل غير هالبيت اللي عم تأجره وعم تعيش منه. الحلو فيها انه عندها فكر تجاري المخلوقة، كيف ما بدي احترم تفكيرها. انت بتعرف ليش بدي اشتغل معه؟ رفيف عندها 5 أولاد، خلينا نحكي اللي علينا يعني. صحيح هي دارسة، بس انا عشت الحياة العملية اكتر منها، ورفيف ما بتفهم بالحياة العملية مثلي. انا عندي خبرة ووعي وبعرف اخر صيحات الموضة، بقدر اعالج المشاكل بسرعة. أنا أم وبقدر أتحمل مسؤوليات، ويلي فهمته أنه بدها تستفاد مني يعني. إصراره هو أكد لي أنه متمسكة فيي. طيب حياتي نحن يعني من وين بدنا نجيب مصاري تكفينا للشراكة؟ أنا رح أكون شريكة بالخبرة. عم تفهم علي غسان؟ خبرتك هي بدها تستفاد من ذوقي. بدي أسألك سؤال مشان الله. طيب اتفرج على صالوننا، كيف كان من قبل وكيف صار؟ مين بيخطر بباله يحط هون كنبايات وخزانة هوني الوردات كمان؟ يعني بتحس في ذوق، في خليط من الستايل الإنجليزي التركي، كله هذا ذوقي أنا. الكل عجبهم هالذوق متأثرين فينا. هذا هو الموضوع، فهمت علي حبيبي؟ حلو هالشي، معك حق. بس مع هيك يعني لا تتأمل كتير بالقصة، لأنه يمكن ما يمشي حالك بنوب. غسان أنا ما رح أكون شريكة بحصة معهم، فهمت؟ أنا رح أكون شريكتهم بذوقي. بس تعرف شغلة، أنت عن جد عم تحبطني كتير. أنا؟ إيه خليتني أتعب وأنا عم بشرح لك، هلأ كيف بدي بلش شغل؟ أنا رايحة ماشي، ممكن تدعي لي أتوفق بشغلي؟ الله يوفقك. يلا لكان، باي باي. كيف طالعة؟ طالعة مثل القمر. يلا كندرتي نظيفة، لا تفكر وسخة وتعمل مثلي وتفوت ببوتك على البيت. حليت مشكلة مربية الأطفال شوي وبتجي. كيف يعني؟ شو هالسرعة هي؟ فورا لقيتي؟ معقول عم تسأليني إلي؟ أنا ما عندي شي ما له حل يعني. صحي عقلة ناقص وهبلة وباردة شوي، بس يعني على الأقل تابعة لصنف العمال وعاملة خاصة، بتتقن عملها منيح وبتشتغل على مهل. يعني شوي شوي منعلمها. برأيي هاد هو الحل الأمثل، على الأقل ما بتعذب أولادك وما بتضربهم. أنت فيكي تعتمدي علي بكل شيء وتثقي فيها كمان. طيب عندها خبرة ومدربة على هالشي، يعني فيني أثق فيها، بقدر أتركها مع الأولاد وروح بتقدر تحل الأمور. وقديش بدنا ندفع لها لترضى؟ ها ليك أجيت، أنت اسأليها هالسؤال هلا. خير إن شاء الله، بسم الله. مرحبا. يي ياسمين. شو هالحلو هاد؟ تسلمي يا عمري، خدي هاتي عني. قلت لازم اهتم بحالي لانه اليوم اول يوم شغل مع بعض ولازم اكون انيقه. عن جد لقيتي شغل؟ لكن مجنونه. هاي حبيبتي امل قالت لي انه عم ناسس شغل انا وانتي ورفيف، قام انا دغري جهزت حالي واجيت فورا. حلو، عن جد مناسب كثير للشغل. أمل بدي أسألك سؤال، ممكن تجي معي شوي؟ دقيقة، عم بتفرج على ديكور هذا البيت. شو أمل بعدين بتتفرجي؟ يلا قومي. طالعة كتير حلوة يا ياسمين. تسلمي لي، كلك ذوق.
شو كنتوا عم تشوفوا ديكورات مطابخ؟ هاتي نشوف. ايه والله كتير حلو. ياسمين هي المربية معقول؟ ايه معقول. شوفيها وحدة بتوثقي فيها ورح تدير بال على ولادك منيح. بس ما بصير ياسمين رفيقتي. بدك وحدة بتعرفيها وبتأمني فيها. أحسن ما أجيب لك وحدة غريبة. ما بتشوفي على التلفزيون كيف المربيات بيضربوا أولاد الناس وبيعاملوهم بأسوأ؟ آه اللي عم تحكي مزبوط، بس بصراحة أنا ما بعرف كيف بدي أقول لياسمين انتبهي على أولادي، وفوق بدي أحكي معها بموضوع المصاري. الموقف محرج بالنسبة إلي. ما فيها شيء، القصة عادية. بعدين هي هلأ بحاجة شغل. يلا تعالوا بقى، شو صار معكم يا بنات؟ شفتي؟ هي متحمسة للموضوع، ما في داعي ضل بالك مشغول. يلا احكي معها، يلا روحي روحي. هالكنباية حلوة كتير. وأخيرا خلصتوا اشي معكم؟ شو نقول مبروك على الشغل الجديد؟ ياسمين انتي متأكدة انه بدك تشتغلي هالشغلة؟ انتي جنيتي رفيف، طبعا متأكدة. يعني انا قلت بجوز ترفضي الشغل لانه انتي عندك تجارب كتير وما بيناسبك. لا تاكلي هم، أنا من ناحية الخبرة عندي خبرة وتجارب بالحياة العملية من سنين طويلة. لا تفكري كتير، نحن رح نتعاون مع بعض. والله أنا متحمسة كتير. إيه؟ المخلوقة باختصار هي أكتر وحدة بحاجة للشغل وانتهى النقاش، وياسمين هي الشخص المناسب لهي الشغلة. بعدين هي شغلة مريحة. يعني بدكن نجيب وحدة غريبة بدل ما نجيب رفيقتنا المحتاجة اللي نحن بالأساس اخترناها؟ أكيد رح تزعل. أمل أنتي بتستاهلي بوسة. ها طبعاً، وين في مساعدة ياسمين بتكون موجودة وقتها. شوفي بنتك بلشت تبكي. ها على سيرة الحاجة، هذا صوت الحاجة عم يناديلك لتروحي تشوفي. يلا حبيبتي بلشي الشغل من اليوم، روحي وشوفي الصغيرة عم تناديكي ياسمين. يلا يا دادا روحي، مبروك الشغل الجديد. يلا وأنتي بلا ما تضيعي وقت، خلينا نشوف شغلنا. يعني أنا شو بدي إلا هلا؟ كيف بدك يعني واقف قدام رفيقتي وإلا لو سمحتي فيك تشتغلي مربية أطفال لأولادي؟ ما بتزبط معي. كيف بدك يعني واجهها وأتصرف معها؟ ياسمين قولي الحقيقة، أنت تضايقتي منا؟ لا حبيبتي، معقول أنا أتضايق منكم؟ بالنهاية أنا اخترت هذا الشغل بكامل إرادتي، حتى الجاكيت لبسته شياكة كرمال أول خطوة بطريق العمل. لكن إذا هيك ممكن تشوفي فريدة لأنها كانت عم تبكي، ونحن خلينا نبدأ شغلنا. طبعا طبعا تكرم عينك. والله يوفقكم بالشغل الجديد. إن شاء الله ما تكون زعلت بسببي. جهز لي حالك داود، لأنه عن قريب رح نبلش الشغل. داود بدي سكر، عندي شغل، بعدين بتصل فيك. شغل شو عندك يا ترى؟ خلينا نفوت لجوا وبحكي لك على رواق شو الشغل اللي عندك. هون ما بيمشي الحال تحكي؟ ليك يا حياتي، انت كل نهار بالسوق عم تتفتلي واكيد حاسة بالتعب، بقى شو رأيك اعمل لك مساج غير شكل مشان ترتاحي؟ اي والله تعبت اليوم، مشيت كتير كمان، يومي كله متعب. في شي متضايق منه؟ نوب حياتي عن جد، اذا في شي مضايقك احكي. اجت لعندي وحده وانا بالمحل، كانت ساكنه بحي الزهور من قبل، قالت لي انه زوجك قاتل وحده. قلت لك انه هدول الناس عم يفتروا علي. قال وحده اسمها نوال كانت عم تهدد مرتك المرحومه. اذا القاضي والمحامي والمستشار صدقوا اني بريء من هاي التهمه، والناس ما صدقوني ومصدقين كذب المره اللي اسمها سونيا، شو بعمل وقتها؟ انجي انت بتصدقيني ممكن اقتل حدا؟ لو سمحتي قولي. صدقني حتى لو في هيك شيء ما رح بطل حبك ابدا. لك عم اقول لك ما عملت شيء انجي، هي اللي اسمها سونيا عم تفتري علي، مو معقول كيف الناس بيصدقوا وحده مجنونه وبالعقل. عن جد هي وحده مجنونه؟ واكثر من هيك كمان، هي وحده مريضه نفسيا. لك حاولت تقتلني بالسكين، ما بعرف كيف نفدت منها. حاجه مسخره، انا طالع لبرا شم شويه هوا. قال بتحب اختها وزعلانه عليها، هي ما بتحب حدا بنوب، حتى لو كانت بنتها مستحيل تحبها. كلامك مزبوط. تفضل. شكرا لك. صحتين وعوافي. ايه مفيد، كيفك؟ طمني عن اخبارك، وكيف امك؟ منيحه الحمد لله. ايه منيح، الله يديم عليها الصحه. مع انه نحن قرايبين بس ما بنلتقى غير مره بالسنه، والله ما بصير. بتعرفي مشاغل الحياه، كل واحد ملتهي بشغله. بعرف بعرف، كمان المحاماة شغلة مو سهلة. لا تواخذني، خليتك تيجي وتترك شغلك، بس مثل ما بتعرف مسؤوليات البيت والولاد وما في وقت لحتى اطلع بنوب. ولا يهمك، هاي فرصة لنشوف بعضنا. أنا بصراحة حابة استشيرك بشغلة. تفضلي.
عندي رفيقة صار معها قصة وهي عم تولد بالمشفى، صار في خربطة بين الأولاد، عطوا بنتها لعيلة تانية وبنت هي العيلة عطوها إياها. والله؟ وفي شغلة، هي العيلة فايتة تهريب على البلد وما عندهم إذن يعدوا هون، بس بنتهم لأنها خلقت بتركيا فهي بشكل طبيعي مواطنة تركية. طيب مثلاً إذا هالعيلة سافرت على بلد تاني وانمسكت شو بصير بالبنت؟ والله هالقصة مو سهلة بنوب. فهمني من الناحية القانونية، البنت كونها مواطنة تركية ما في مشكلة إذا بقيت بالبلد، إيه؟ وإذا عندها قرايبين بتبقى عندهم، وإذا لا بتضل بدور الرعاية تبع الدولة. ما في داعي لدور الرعاية أو غيره، بقصد رفيقتي بدها تضل بنتها الحقيقية معها بالبلد. بس بهيك حالة بتكون عم بتفرق بين أم وبنتها. روشان لا تخلي رفيقتك تتصرف بدون ضمير، حرام عليها. بس رفيقتي ما أنا هيك أبدا، والله هي كتير محترمة، أنت ما بتعرفها. صحيح هي العيلة ربتها وكبرتها للبنت، بس لازم يفكروا بوضعهم شوي وما يبهدلوها معهم. على كل حال شكرا كثير عزبتك معي، بعرف اني اخرتك على شغلك، يسلموا كثير. ما في داعي تتشكريني، اسمحي لي انا صار لازم اروح هلا على المكتب. طبعا طبعا الله معك. يلا بالاذن. سلمي لي كثير على لؤي. وانت سلم لي على عمتي وخليها تجي لعنا. الله يسلمك. مع السلامه. خاطرك. ألو؟ أنا أنا بدي بلغكم عن جماعة هربانين. لكي رفيف، تعرفي شو خاطر ببالي هلأ؟ نحن كيف خبرنا كل الزباين عن شركتنا ولهلأ ما عملنا أي خطوة لقدام، لا اخترنا لا اسم ولا وين رح يكون مكانه، شو نعمل؟ بالأول لازم نفتح صفحة على الإنترنت وهيك منتطور بسرعة والزباين بيعرفونا، بس مشان الشركة ما خطر لي ولا اسم. أنت شو حابين نسميها؟ لا تفكري بهالموضوع نهائيا، انا هلا فكرت لك فيه ورح اقول لك شو طلع معي. مثل ما بتعرفي لازم نحكي بحقانيه وعدل، يعني مشان ما ناكل حق حدا، حتى نكون رضيانين نحن التنتين. خلينا نسميها على هالاساس، اسم هيك مختصر وحلو، يعني نعمل شيء مشترك، شيء يرضيني ويرضيكي ويجمع بيني وبينك. شو رايك نحط اول احرف اسمائنا، ناخذ من اسمي الالف والميم وناخذ من اسمك الراء والفاء. كأنه هيك بتصير الكلمة ما لها معنى. أمل مو زابطة معك. شفتي أحسن شي نسمي الشركة أمل. خلينا نتكل على الله بلا ما نوقع بحيرة إلى أول ما لا آخر، وهي خلصنا من شغلة. الله بيحبني والله شغلتنا رح تتيسر، وهي عم قلك أنا متأكدة، هي إشارة حلوة. حتى فريدة ما عجبها الكلام، شوفي شلون الله ألهمها وصارت تبكي لتقلك بلا ما تسموا الشركة أمل. لك ليش نخلي البنت تنق فوق راسنا؟ صارت وصارت، شو رأيك تجي تغيري لها الحفوضة هون؟ شو هادية؟ نحنا ليش جبناكي؟ مو مشان نشتغل على رواق وما نسمع صوت الأولاد؟ بقى شو اللي مقعدك معنا هون؟ يلا احملي حالك وفوتي اشتغلي جوا. خلص أمل زودتيها، أعطيني أنا بنيمة. لا روحي أنتي اشتغلوا. لا يا خانم بنوب ما حذرتي، أنتي ما فيك تنيميها للبنت، نسيتي شو ساوينا؟ فصلنا المناصب عن بعض، يعني هون بيقعدوا نساء الأعمال وبيعملوا اجتماعات بدون إزعاج، وهي موظفة عنا، بتروح بتفوت لجوا وبتقعد بتهتم بالولاد. يلا اشتغلي، يلا روحي بلا ما تضيعي لنا وقتنا. يلا خلص روحي أنتي، رجعي على اجتماعك، رح أرجع على مكتبي بغرفة الولاد، أنا بالمكتب. فوتي على مكتبك وسكري الباب منيح. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك نيرمين؟ ما توقعت تيجي اليوم بكير. لما قلتيلي إنه قولك عندي أخبار حلوة جيت ركض من الشغل. حكيلي لشوف شو الأخبار. مريم إجت لعندي اليوم. بالله؟ إن شاء الله ما تكون عملت لك مشاكل. لا بالعكس ما عملت شي، إجت مشان تعتذر مني على الموقف اللي صار بالمطعم. عم تحكي جد؟ لا تفكري إنه أختي بتحب المشاكل، بصراحة هي مرة طيوبة وما بتزعل حدا. والله هيك حسيتها، لهالسبب أنا عزمتهم المساء على العشاء. عزمتيهم؟ مين قصدك؟ قصدي هي وزوجها طبعاً. ما كان في داعي تعزميهم لعندك. يي بس ما كون ضايقتك، كان لازم أسألك بالأول ما تواخذني لو سمحت. لا بالعكس كنتي كتير مزوقة بصراحة، صهري غليظ كتير، يعني الحكي بيناتنا أنا ما كتير بتفق أنا وياه. بصراحة أنا ما كنت بعرف هالشي مالك، بس لما شفت مريم لطيفة حبيت أتقرب منها. يا ريت تلغي هالعزيمة وأقعد لحالي أكل أكلاتك الطيبين وأتهنى فيهم، شو رأيك؟ لك عم أمزح. بتعرفي شو؟
أنا كتير محظوظ لأني تعرفت على إنسانة لطيفة وحلوة مثلك. حاطة الطبخة على النار، معلش روح شوفها. شيرين حبيبتي، اتركي هدول من ايدك واطلعي العبي فوق بالالعاب. طيب ليش؟ ايه لانه بدي نظف الصالون وبدي كنس السجاد، واذا سمعتي صوت ضجه لا تخافي، بيكون صوت مكنسه الكهرباء. اوعك تنزلي لتحت. وهلا حبيبتي اطلعي لفوق، يلا امشي. روشان، في مصيبة وقعت على راسنا، اجت الشرطة، صارت قدام الباب. ماما، هي الشرطة نفسها اللي أخذوا بابا من قبل؟ يا روحي لا تخافي، أنا ما رح أسمح لهم يعملوا لك شيء. ماما بنتي حبيبتي، لا تخافي لو شو ما صار. وهلأ روحي تخبي بغرفة ديالة ولا تطلعي منها إذا ما ناديت الليل. بس أنا بدي ضل معك، لا تتركيني وتروحي. يا عمري أنتي، لا تخافي. بحبك قد العالم كله، لا تنسي هالشي ماشي. أنا بحبك وما بتخلى عنك يا عمري. أنت حبيبة قلبي، لا تخافي. هلأ اطلعي على غرفة ديالة، تمام يا روحي؟ يلا بسرعة. روشان، هلأ الشرطة رح تزتني برات البلد، وعديني انك تضلي دايرة بالك على بنتي. بترجاكي، انا مالي غيرها، هي كل شي بحياتي. روشان بترجاكي وعديني. ما رح اسمح لهم ياخدوكي، انا ما رح اسمح لهم يبعدوكي عن بنتك، لا تخافي. ما رح اتركهم ياخدوكي لو شو ما صار، بوعدك. ياسمين انت منيحة؟ طبعا منيحة كتير. شو كيف الاجتماع؟ خليها لربك، اي اجتماعات كله لعي فاضي بخصوص الشغل، وأنا ما عم ركز ومعصبة من أمل. قال شو نحن بدنا نشتغل وأنتي بدك تديري بالك على فريدة؟ أصلاً أنا ما عندي علم إنها مخططة لهيك شيء، لكن أنا رح دير بالي على فريدة، أنتي تركي من إيدك. أنا بعرف شغلي مع الست أمل، بس ما بدي ضايقك بكلمة، بفضل أقتل حالي على إني أجرحك بكلامي، لكن أنا بيبي سيتر. أنتي كأنه ما عم تسمعيني. بلا سمعتك، قلت لك أنا منيحة. عن جد هذا الشغل كتير بيناسبني، أنا ممنونة لألكن. يعني مو مضايقك الموضوع؟ أنا حبيت الشغل كتير، صدقيني. طبعاً ليش ما أحبه؟ بدل ما أعلق مع الناس وأتحمل الغلاظة، بنتبه على البنوتة حتى لو بكيت كل الوقت، أنا بكون مبسوطة فيها كتير. والله شوفي، الحقيقة هذا الشغل أجى على طلبي تماماً، كتير مناسبني. لا تشغلي بالك أنتي. رفيف، ليكي عم تنادي لك على الاجتماع، روحي بسرعة بسرعة، روحي، جاي أدور معك. روحوا، أنا مطمنة عليك. ايه خلص روحي. يا أهلين وسهلين. عفوا، كيف بساعدك؟ مرحبا مدام، اجتنا أخبارية مشانك. حضرتك أميرة باوت؟ مو أنا غلطانين. بدك شي روشان خانم؟ أنا غسلت السجاد، اتركي لبكرة مشان انشره. حضرتك بتكوني أميرة باوت؟ مظبوط، أنا لازم كون شغالة بالبيت. بدنا إياك تيجي معنا على قسم المغتربين إذا ممكن. بوس إيدك، لا تاخذني يا أخي، الله وكيلك أنا مو عاملة شي. لو سمحتي لا تعملي مشاكل، شرفي معنا. شو هالمصيبة يا ربي؟ يا خانم أنت تشيري السجاد عني. يا ربي دخيلك، يا الله شو هالمصيبة هي؟ حبيبي. اوه شو الريحه الطيبه. عملت لك المعكرونه المشهوره تبعيتي كالعاده. ايه احكي لي لشوف، كيف كان اول يوم بالشغل؟ مو معقول شو حلو. كيف بدي اقول لك، كان مفاجآت كله. بدك خبز؟ بعرفك بتحب الخبز مع المعكرونه، صحه على قلبك. ايه وشو شغلتك بالضبط؟ هلا رح تستغرب. يعني رح تقول يا سلام عم تشتغلي هيك، مرتي شطورة، أكيد ما رح تصدق الموضوع. ما عم بقدر أوصف لك. تشوف فيلم بعد ما نخلص أكل؟ أي ليش لا؟ تمام يلا أحكي، بدي أسحب الكلام من تمك ياسمين،
عن جد حابب أعرف شو شغلتك هنيك، مصممة ولا خدمة زباين مثلا؟ هو أقرب لخدمة الزباين، لأنه بصراحة في احتكاك وخدمة مباشرة للزباين. مساعدة بالأعمال هذا الأصح، أنا حطوني مساعدة يعني تصميم، لأنه البنات اكتشفوا الجوهرة اللي فيني، وأول ما شافوني فوراً كلفوني بقسم التصميم. حلو ما؟ شغلة حلوة. حلوة كتير والله، حلوة كتير. أنا ما بثق بأمل، بس منيح رفيف موجودة. أي والله معك حق. وين المكتب بلا؟ ما قلتي لي. مكتب منزلي. شو عم تقولي؟ طبعاً، لأنه من بيت رفيف عم يتم التوجيه. شغلة حلوة لما الأولاد بيرجعوا على البيت. ماما عم تشتغل بالبيت يعني. عن جد عم تحكي حياتي؟ هالخبرية كتير حلوة. صح. أنا كتير انبسطت لك. عم تشتغل الشغل يلي بتحبيه، وفي هيك شروط سهلة كمان. طبعا. يا الله يا غسان، كل شيء قلت لك يا كان كذب، بس مجبورة كذب عليك. لو تعرف قديش أنا مجبورة أقول لك. عن جد طيبة كتير. حبيتها ما هيك؟ صحة وعوافي. يا الله شو هالوردات الحلوين اللي جايبهم معك. الوردة الأحلى هي أنت طبعا. تفضلي. شكرا لك. شو بدي أعمل إذا هو كان عم يمشي بسرعة؟ هنن بس يشوفوا مرة عم تسوق بيكسروا عليها. أي الشغلة ما فيها رجال ومرة. أنت كنت ماشي على مهلك، كيف ما بدك تجاوزك؟ أنا كنت ماشية بالسرعة القانونية. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلين نرمي. مرحبا، كنا رح نجي أبكر بس الحق على مريم. يلا بلا كتر حكي. أنت اللي بلا كتر حكي. تفضلوا فوتوا يا جماعة. تفضلوا. بصراحة أنا أجيت على تركيا مشان مصاريف عملية أخي. شو نعمل؟ نتركه يموت من قلة المصاري؟ وقبل ما أكسب لي قرشين لقطوني. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. وأنت كمان شو تهمتك يا أختي؟ يعني بس فايتة تهريب على البلد؟ والله يا أختي بس مشان ما أدفع أجرة نومي كنت عم نام بمكان شغلي فوق الطاولات، ومرة المدير اتطاول علي وتحرش فيي، ولما بهدلته خبر الشرطة قليل الضمير. يا الله شو صاير بهالدنيا؟ روشان تاشلان، وصل زوجك، فيكي تطلعي. أنا رح أدعي لكم إن شاء الله تطلعوا بأقرب وقت. شكرا لك يا أختي. حياتي انت منيحة يا عمري؟ منيحة منيحة، اطمن. اكيد رح تعصب علي وتبهدلني. معقول حياتي انا عصب عليكي؟ شو بعرفني، يمكن لانه انا ما برد عليك وما بسمع كلمتك. والله ما بعرف من وين بتجيبي هالافكار الغريبة، يعني لو فكرت فيها 100 سنة ما بتجي على بالي، وما توقعت منك الضحك كرمال اميرة. معك حق. حياتي انت مرة جريئة وذكية كتير، انا عن جد فخور فيكي. انت بتعرفني لؤي من يوم يومي هيك، اذا حدا احتاجني مستعد اعمل اي شيء كرمال صحتك. ايه بعرفك بعرفك. ايه اميره وشيرين وينن هلا؟ اخذتهم لعند عمتي مشان يقعدوا عندها الفتره. ايه منيح. ايه تمام، خلصنا من هالمشكله، فيهم باي وقت يرجعوا لعنا. ما مع الاسف هالشي مستحيل. ليكي حياتي بيتنا ما عاد امان، الشرطه عرفت البيت، وبكره من الصبح بكير ان شاء الله أنا رح أبعتهم لعند قرايبتهم ببتلس ليقعدوا عندها، هيك أحسن لهم. شو؟ مع الأسف. كيف؟ أنا كيف بدي أشوف بنتي مرة تانية لؤي؟ حياتي بس لفترة قصيرة. تعي نطلع من هون. تعي. الأكل كتير طيب. يسلموا ايديك يا نرمين خانم. صحتين وعوافي. اطيب اكل بعد المرحومه امي، ما حدا بعمره نافسها بالاكل. امك؟ شفت الاكل اللي بيطبخوه وبيقدموه للجيش؟ اطيب بمليون مره من الاكل اللي بتعمله امك.
ماما ما كانت موافقة على زواجي من مريم وتوفت أمي وما تفهموا مع بعض. أنا كنت عم بقول لمريم اليوم إنه مو دائما لازم نرجع نتذكر قصص صارت بالماضي، خلينا بالوقت الحاضر أحسن. تعرف أمي كانت عارفانة أنت شو، بس أنا الغبية اللي ما رديت عليها وقبلت إنك تتزوجني. مالك كان شاهد على هالشي. هلأ عم ناكل، لا تبلشوا مشاكل أنتوا اتنين. إيه طيب، أنا هيك كنت عمول أول شي، بحياتي ما أكلت أكل طيبة من إيدين هالمرة اللي قاعدة قدامك. إيه؟ بكفي حاجتك بقى، نرمين مع حق باللي قالته، قالت لي احكي اللي بتحسي فيه، وانت بتعرف بشو حاسة؟ بدي اتطلق منك هلا هلا. أنا بدي اطلقك واخلص منك، ما عاد قدران اتحملك، بدي ارفع دعوة الطلاق. سامر بيك لو سمحت، في سوء تفاهم بالموضوع، طول بالك. نرمين تركيه، خليه يروح وين ما بده، ما بيحق له يحكي مع اختي بهالطريقة. اللي بيسمعك بفكرك احسن من اختك. انت يا دوب تغطي على قرفك، روح شوف حالك قبل ما تحكي. بس حاجتك حكي فاضي، اقلع من هون ولا روح. مريم، أنا لما قلت لك عبري عن مشاعرك ما قصدت أبداً تطلبي الطلاق منه، بالعكس أنا بدي إياكم تتفهموا. والله بعرف أنت مالك ذنب بالموضوع. بقدر أفهم أنت ليش شجعتي أختي إنه تترك زوجها؟ أنا؟ ليش بدي أعمل هيك شيء؟ أنا بالعكس كنت عم بنصحها تحكي معه مشان يوصلوا لحل. بعدين ليش برأيك عزمتهم لعندي؟ مو مشان يحلوا الخلاف اللي بيناتهم، بس أنا ما كنت متوقعة توصل معهم لهالدرجة ويتخانقوا قدامنا. الموقف كتير زعجني مالي. سامر من يوم يومه هيك بيعمل مشاكل من ولا شيء، وبعدين بيطلع بالعالي وبيحط الحق علينا. أنا آسف لأني اتهمتك بدون ما أفهم شو القصة. صهرك سامر شو قصد لما قالك روح شوف حالك؟ شو بده يكون قصده؟ هذا عم يخبص بالكلام، كأنه كان عم يقصد أنه أنت وأختك عم تخبوا شغلات مو منيحة. شي طبيعي انه يحكي هيك قدامك، لانه انا دائما بوقف بصف اختي، ما كان لازم خليه يطلع قبل ما اعمل له قتله مرتبه، بس قلت مو حلوه قدامك. ايه الحمد لله منيح ما عملت هيك شي. هاي فكرة حلوة، ليكي كيف حاطين دولاب تحت الكرسي والأم تجره لوين ما بدها بدون ما تحمله، خلينا ننصحهم بهاد. ايه ماشي كتير حلو، بس مو كأنه ولادي كتير. هي اسمها غرفة ولاد، شو بده يكون فيها غير ولادي يعني؟ وقفتي لي قلبي ياسمين، شو بكي جاية بدون ولا صوت؟ لا تكوني عم بتراقبينا، اعترفي انه هيك بدك. شو هالحكي تبعك قال عم تراقبنا؟ قال يا الله منك، انا اذا خلصت شغلي وين بدك يعني اقعد بالمطبخ مثلا؟ ياسمين يسلموا ايديك، عن جد ما بعرف كيف بدي اتشكرك على الشيء اللي عم تعمليه معنا. ليش واقفه عادي؟ احكي لنا كيف هديمه هالايام؟ منيحه. ومشان الدراسه صار معها شيء جديد؟ يعني عم نحاول نجيبها تكفي دراستها هون. ايه منيح كتير. انا كنت بدي ورجيكي هذا التصميم. لكن انا رح حط تياب فريدة بالغسالة. لا انتي ما دخلك بالغسيل، هاي مو شغلتك، بس خلص شغلي انا بغسله. ياسمين طالما قعدتي وما عندك شي تشتغلي بهالوقت، شو رأيك تروحي تعملي لنا فنجانين قهوة إلي ولا رفيف، خلينا نشربهم مع بعض، بدنا نعرف نكمل شغلنا على رواق. شو بكون عم تطلعوا؟ طيب خلاص اعملي إليك كمان. أنا بقوم. لا تقومي، أنت عندك شغل، وأنا خليني روح على مكتبي. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ أنا شو عملت؟ ليش يا ترى؟ فكري فيها شوي. شو فيها إذا عملت قهوة؟ بدنا نطلع على الفال ونشوف مستقبل شغلنا شو مخبيلنا. أمل اسكتي شوي كرمال الله وسكري تمك وبلا حكي فاضي. لحمة نرمي خانم، شو هالصدفة الحلوة؟ مرحبا سامر بيك. يا أهلين، بعتذر مبارح نزعنا لكم القعدة. ايه مع الأسف، وأنا ما كنت بتمنى يصير معكم هيك. أنا متعود، بس أنت لا تزعلي وتتضايقي. ليك صدقني أنا ما قلت لمريم اتطلقوا ولا فتحت هيك سيرة معها أبدا. بعرف بعرف، أصلاً أنا ما اتهمتك لإلك، بعرفها لمرتي منيح. مريم كل عمرها هيك بتبهدلني قدام الناس وما بتعمل لي قيمة. نحن وصلنا لآخر الطريق ورح أخلص. أكيد ما عم تفكر بالطلاق مزبوط؟ بالعكس رح طلقها، مليت من هالعيشة. لا تاخد قرار سريع، الشغلة مو سهلة إنك تخرب بيتك بإيدك، صح ولا لا؟ بعدين مريم خانم والله زعلت كتير بعد ما رحت وندمت على التصرف اللي عملته، يعني ما في داعي تكبر الموضوع كل هالقد، صدقني. مستحيل صدق هالحكي، وبعدين ليش لهلأ ما صادفت بحياتي مرة متفاهمة ومحترمة مثلك؟
هذا من ذوقك، ومريم خانم كمان مرة ظريفة ومتفهمة. لكن أنا دايما بقعد هون مع صديقي. تفضلي خليني أعزمك على قهوة. بتشكرك بس هلأ أنا مستعجلة. طيب توعديني إنه نقعد ونحكي غير مرة؟ طبعا ليش لا، إن شاء الله المرة الجاية بتكون متصالح أنت ومريم ونجتمع نحن الأربعة ونحتفل بالصلحة. يلا بشوفك، مع السلامة. الله معك. حشت عليك كتير يا عمري انت. مسيك هي. يا روحي خالته روشان رح تشتاق لك كتير. وانا كمان رح اشتاق لك كتير خالي. عم بتطلع بهالوش الحلو ما عم بشبع، مستحيل انسى هالعيون الحلوين. صحيح رح تسافري بس تذكري اني بحبك. ماشي خالي. اوعك تنسيني، اتفقنا؟ اتفقنا. انتبهي على حالك منيح، اتفقنا؟ ماشي. يا ريتك تبقي عنا. روشان يلا حياتي. أنا بدي أعتذر على اللي قلت لك يا. ولا يهمك، المهم هلأ ديروا بالكم على حالكم. وأنتوا كمان. شكرا. يلا حبيبتي ودعي أختك لشوف. مع السلامة. الله يسلمك. تعي لعندي خليني بوسك، رح أشتاق لك كتير. يلا بنتي لازم نروح. حبيبتي يلا فوتي لجوا لعند أختك. خاطركم. راحوا يا الله، بحياتنا كلها ما بقى نشوفهم. خلص حياتي، حاج تبكي. تعبت كتير لبين ما أقنعت زوجي، بس الغرفة رح تطلع حلوة كتير وأنيقة، ما هيك؟ معقول ما تطلع حلوة؟ حطي ثقتك فينا، نحن التنتين رح نعمل لك أحلى غرفة بيبي بالعالم بحياتك ما شفتي مثلها. عن جد تحمست كتير. طيب شو الطراز يلي عم بتفكروا فيه؟ فيني شوف الصور أو الكتالوج لأختار منه ديكور يعجبني؟ نحن جاهزين نورجيكي. الكتالوج جاهز، ليكو رح ورجيكي. بفضل اشرح لك بدون صور لحتى تتخيلي كيف رح تطلع على الغرفة هيك أحلى بظن. الحيطان لونها بلون السماء، سماوي فاتح، والفرش بلون التلج الأبيض، والأرض لونها فاتح كمان. يعني رح نستخدم هاي الألوان الهادية حتى الولد يحس حاله بأمان وينام مرتاح البال، يعني رح يحس حاله بالطبيعة. بس هذا الطراز كتير كلاسيك. أوه كلاسيكي. كلاسيك؟ ايه هذا اسمه كلاسيك. الكلاسيك بيضل كلاسيك بكل الأزمان لأنه ملك الأناقة وكل الناس بتفضله أكتر من غيره، فهمتي علي؟ وكمان ابنك لما يكبر ممكن يستخدم الغرفة، وهيك ما بتتكلفي بمصاريف زيادة مشان تعملي غرفة تانية. أنا بدي أقول لك شغلة لو بتسمحي. أنا رأيي من رأيك، شوفي شو هذا الكلاسيك، ما عاد موضة. الأزرق للصبيان والزهري للبنات، ملينا من هذا الروتين تبع الألوان، بصراحة صار شيء قديم كتير. مثال، أنا عندي ولد لما أجا على هالدنيا، أنت بتعرفي يمكن أنه عملت ألوان الغرفة مشكل ملون، تتذكري؟ ما خليت لون ما حطيته، بتتذكري؟ مزبوط مزبوط. استعملت الأصفر والأخضر والبنفسج والزهر، وبجد طلع حلو كتير ومناسب. شو بيقولوا عنه؟ ذكريني رفيف، مزيج الألوان المناسب. استعملت خليط مناسب، وبعدين عملت شو اسمه؟ ذكريني شو هي؟ صور أبطال أفلام كرتون. صور أبطال أفلام الكرتون. صور أبطال أفلام الكرتون جبتهم وقصيتهم ولزقتهم على الحيط، عطوا رونق وجمالية للغرفة. ابني انشرح صدره وما طلع من قطه. حبيبتي شو رأيك ترجعي على شغلك قبل ما أتصرف معك بطريقة ما رح تحبيها أبداً؟ بحب ذكرك أنتي مربية أطفال وبس، يعني عاملة عنا، ونحن يلي عطيناك الشغل، تركينا نخلص شغلنا ولا تلهينا. إيه؟ وقفي وقفي، فكرة حلوة كتير، وأنا عم فكر بهيك غرفة. حضرتك مهندسة ديكور؟ هوت كوتير. لا حبيبتي،
ما لها مهندسة ديكور، حضرتها مربية أطفال، يعني شغلة مع الأولاد ما لها علاقة بالديكورات ولا شيء. لا 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 أمل، بتفوت على غرف أطفال كونها مربية وتعرف من خلاله شو هي الموضة الدارجة. لا حبيبتي، هي صديقتي المقربة كتير وبنفس الوقت جارتي ومزوقة وعندها أفكار حلوة بالنسبة لترتيب البيت وغرف النوم. طبعا وضيفي إني خياطة. عفوا جوزي عم يتصل. إيه حبيبي. إيه حبيبي رح خلص. شو عم تعملي؟ آه؟ ماني شو عم تعملي كتير. انتي مربية اطفال ولازم تلتزمي بشغلك منيح. شو هذا يا؟ ليش عم تنطي كل شوي فوق راسنا؟ بحب ذكرك ياسمين، نحن عطيناكي شغل، يعني نحن فريق العمل حددنا لك وظيفتك، انتي مجرد مربية اطفال مو اكتر. المرة عجبتها فكرتي، انتي ليش متضايقة من القصة؟ مو هون القصة، مفكرتيني ما بعرف في شو عم تفكري. مو جيتي مشان تشرحي لها وتسبكي وجودك قدامنا وتمثلي علينا انك فهمانه مشان نقول لك برافو ياسمين ونخليكي تشتغلي معنا. لا مو هيك. لا تجاوبي، روحي انتبهي على البيبي، لا تلهيني غبيه. اذا خلصتي تليفونك مدام قومي خلينا نروح، لايمتى بدنا نضلنا قاعدين عم نحكي؟ يلا تفضلي. على مهلك على مهلك يا حياتي، جايه البيبي جايه على غرفته ليشوفها. ليجي لا تردي على كلام هاي البلوى اللي اسمها امل. انا ما حكيت لانه غيرانه لا سمح الله، انا بس كنت عم اعبر عن رايي ولا ما بصير احكي. ياسمين كرمال الله لا تقولي هيك، عم يخجلني الموضوع. فكرتك كانت حلوه كتير، انا متضايقه من امل، ما بصير تحكي معك هيك قدام العالم وتبهدلك وتهينك بنص بيتي. لو سمحتي لا تزعلي مني ياسمين. لا يا روحي لا تعتذري ابدا، بالنهايه انا ما دخلني وهي معها حق، بعرف اني تجاوزت حدودي شوي. ياسمين عم اقول لك فكرتك كانت كتير حلوه وبتعقل. وانا برايي حلوه كتير كرمال الله. شو كلاسيكي قال كلاسيكي. لا تهتمي خليني اروح والحقهم. طيب يلا بشوفك حبيبتي. يقطع عمري. انجي. ايه حبيبي. ممكن تجي تساعديني؟ يلا جاية. شوفي شو رأيك بهالمفاجأة؟ يي شو هاد؟ إن شاء الله العمر كله حياة. ما عم صدق إنك مو نسان يوم عيد ميلادي حبيبي. ينعاد عليك يا حياتي. يلا انفخي على الشمعات خلينا نطفيهم سوا. يلا برافو. بصراحة مستغرب الموضوع. طيب انتي ليش مستغربة كل هالقد؟ كأنك أول مرة بتحتفلي بعيد ميلادك. فيك تقول هيك شي، لأنه بعد ما تركنا بابا أمي لغت كل أعياد الميلاد من البيت. معك حق الموضوع بيزعل. معناتها أكيد من زمان ما حدا أعطاك هدية. يي شكرا كتير إلك. الحقيقة أمي مرة وافقت أني احتفل بعيد ميلادي ووقت عزمت كل رفقاتي لعندي، ولأنه كان في بيناتهم شاب واحد قامت الأيام علي وبعدين قلعتهم كلهم. هلأ عرفت ليش ما عرفتيني على أمك لليوم، صار عندها عقدة من أبوك. صح، وبعدين ما في بيناتكم شي مشترك بنوب. نحن اتنين منحبك كتير، ما بيكفي؟ كل سنة وانتي سالمة يا حبيبتي. أول ما أخذ إجازة مشتهي اطلع انا وياكي هيك على البحر ونقعد نحكي لساعات، او منسكت شو بيعرفني، بس المهم نكون لحالنا. انت شو رايك بالموضوع؟ ما بتتخيلي قديش حابب نكون لحالنا. ما بعرف يعني مرة ورجال ما في بيناتهم رابط زواج، كيف رح تزبط؟ يمكن من هلا لتزبط الطلعه يتغير شي بحياتنا، ما حدا بيعرف. اسمي انت مين مفكره حالك لحتى تتشاطري وتتدخلي بحياتي؟ مين قالك تقابلي سامر وتطلبي منه انه ما يطلقني؟ اذا شكيت لك همي مره مرتين مفكره حالك صرتي رفيقتي. انا ما رحت على مطرح، قابلت سامر بالطريق، الشغله كلها صارت بالصدفه. مريم ليش عم تعلي صوتك؟ لانه شافت له زوجي، قال شو بتقول له اني رضيانه انه نتصالح وندمانه على اللي عملته. ما قابلته، شفته بالصدفه بالطريق، هذا اللي صار. حبيبتي اذا عملت هيك فهذا كرمال مصلحتكم. اه يعني صار لها قيمه اكثر مني ما هيك؟ وعم تصدق ألا بدل ما تصدقني إلي. نيرمين فتحت لكم بيتها من شان تصالحكم انتو الاثنين. انتي شو عملتي؟ بهدلتيها. يا ريت انت تنتبه على بهدلتك مالك، وانتي ما عاد تتدخلي بحياتنا مفهوم؟ حبيبتي لو سمحتي لا تتضايقي منها، آخر فترة صايرة عم تتصرف كتير بغرابة. ليش قالت انت تطلع بهدلتك قبل ما تحكي شي؟ عم تحكي حكي فاضي شو بيعرفني. شو رأيك حبيبتي نفوت لجوا قبل ما يبرد الشاي؟
في وحدة عندها شغل ديكور، بدها تعمل ديكور لصالون بيتها. ليك اجت وعم تدق الباب، ماشي؟ لازم روح افتح لها. يلا. طبعا طبعا بحاكيكم وبطمن عليكم. يلا حبيبي روح هلا انت. ياسمين انا اجيت، فيك تروحي انت ما بدك. شكرا لك. تعرفي انه المرة اللي اجت وطلبت نعمل لها غرفة بيبي اتصلت وطلبتها منا، يعني ربحنا اول صفقة. منيح، ان شاء الله الف مبروك. ياسمين فيني اسألك سؤال؟ انت متضايقة لانك عم تديري بالك على فريدة مزبوط؟ نسيت خبرك انه الحفاضات خلصوا. ياسمين لا تعملي هيك، نحن رفقات، انت حبيبة قلبي وبعرف من عيونك اذا كنتي متضايقة من شي. ممكن تحكي معي بصراحة، انت متضايقة من هالوضع؟ اي متضايقة طبعا من هالوضع، طالما عندك حاسة قوية وقدرتي تفهمي شو بدي. مقهورة ومتضايقة كتير. كيف يعني؟ بس انت اللي وافقتي تشتغلي هالشغلة. انا ما وافقت على هالشغلة، انا وافقت على شي تاني. مو مربية اطفال. امل قالت لي انا وانتي ورفيف رح نأسس مع بعض شركة ديكورات، بتوافقي؟ عم انا وافقت فورا. بس انا ما بيخطر ببالي انك ما تشوفي فيني خبرتي بالحياة ورغبتي انه حقق ذاتي بالشغل، مو تشوفيني مربية اطفال. نعم؟ كيف يعني؟ ليكي رح قلك شغلة، عم برجف من العصبية. شوفي انا مهنتي الاساسية التصميم، فهمتي؟ انا كل هالعمر من انا وصغيرة خيطت فساتين عرس وخيطت جهاز، انا اسست حياتي على هيك. ولما اجاني هيك عرض قلت شوف فيها بناسبك يا ياسمين، قلت لحالي نجحت بكل هالمجالات ما رح اقدر انجح بهي. بس انا شو بيعرفني انك شايفتيني بس مناسبه لتربيه الاطفال وتحفيظهم، ما فكرت فيها ابدا. ماشي انا القابله اللي ولدت فريده وبحبها، انا ولدتها، بس انا مهنتي خياطه، فهمتي؟ انا في بين ايدي فن، انا مالي مربيه اطفال. ياسمين بحلف لك يمين ما بعرف منوب، ليكي اجت لعندي على البيت وقالت لي بدي اشتغل معك، قلت لها انا عندي اولاد وعيله كيف بدي اشتغل وعندي بيبي، قالت لي دبري وحده، قلت لها ما لقيت، قالت لي انا بلاقي لك مربيه اطفال، قلت لها انا ماشي وسكرنا على الموضوع. ولما اجيتي انت فكرت انه حاكين مع بعض ومتفقين على القصه. خلص كرمال الله انت ملاقيه هالشغله انها بتناسبني، خلص انا حاليا بحاجه للمصاري، فهمتي؟ والكل بيعرف هالموضوع، انا عم بحسب حساب المصاري وبس. ياسمين لا تحكي هالحكي، أنا مبسوطة لأنك أنت اللي ولدتيها وبتحبيها وعم تديري بالك عليها، وبعرف أنك بتعتبريها مثل بنتك وأعز، يعني رح تكوني مثل أمها لفريدة. لا تواخذيني، شو يعني مصاري؟ المصاري وسخ الدنيا، اليوم معي وبكرة معك، اليوم في بكرة ما في، مصرياتي هن مصرياتك، مالك مضطرة تشتغلي هيك شغلة كرمال المصاري، ولحتى تكوني مرتاحة نتقاسم المربح. ما تواخذيني أعصابي تعبت، قلنا عمر عايشين مع بعض بنفس الحارة وأنا كان معي مصاري، وهلأ فجأة صرت ياسمين يلي ما معه ولا ليرة، والله العظيم أعصابي تعبت من هالوضع هاد. ياسمين حبيبتي لا تواخذوني. آه يا روحي، آه يا عمري، روشان لا تعملي هيك بحالك، حاج تبكي حرام عليكي، بعدين هيك أحسن مشان البنت مزبوط، ورح نرجع نشوف شيرين إذا مو هلأ بعد فترة. ما عم أتحمل لؤي، كانت عم تطلع فيني بطريقة حسيت ما رح شوفها مرة تانية، هالشي عم يخوفني لؤي. بلا حكي فاضي حياتي، طبعا أنت رح ترجع تشوفيها. شو بدي أقلك، يعني لا تتضايقي وتنقهري وحاولي تروقي حالك شوي حياتي، أنت عم تزعلي وتزعلي البنات معك وما حدا مبسوط، خلينا نرجع ونعيش حياتنا مثل ما كانت من قبل، وبعدين أميرة وعدتك إنه ترجع. أميرة اللي عم تتصل فيه؟ لا حبيبتي هذا المحامي أكيد مشان الشغل. أيوة نزيه. شو عم تقول؟ طيب فهمت عليك. شو صار له أي؟ شو قال لك المحامي؟
حياتي بدي اياكي تهدي شوي. لؤي شو صار؟ احكي بسرعة ولا تخليني اجن. مسكوا أميرة وشيرين لقطوهم بالكراج وهن رايحين، رح يطلعوهم برات البلد. لا ما بصير هالشي، لا لا لؤي، يا الله كذب كذب. روقي حياتي روقي روقي، إلا من لاقي حياتي. أخذوا بنتي مني يا لؤي. طيب ماشي، شكرا يعطيك العافية. حبيبي. أهلين حياتي. طلع نحن أجينا. جايبة فريدة ضيفة؟ يا عمري شو حلوة أنت يا عمري. رفيف عندها شوية شغل. وأنت عم بتساعدي رفيف ما؟ أنا عن جد ما عاد أتحمل غسان، وصرت مثل الراعي الكذاب. بس رح أوضح لك. شو الموضوع؟ أنا ما قلت لك عم بشتغل بديكور؟ الحقيقة كنت بديانة، وبعد ما شفت الشغل طلع معي قرار فجائي وصرت أشتغل بيبي سيتر. فريدة هي شغلي الجديد. يعني بيبي سيتر معقول؟ رجاءً لا تبحلي عيونك وتطلع فيني هيك. أنا حكيت لك الحقيقة وكل شي صار معي، يعني بالنتيجة ماني متهمة وصريحة وما كذبت بنوب. خلص لا تتضايق. لا حياتي مالي متضايق، بس مو شغلتك تربي ولاد، انت عندك مقومات اهم من هيك بكتير. كلامك صح، انا بصراحة ما عم بشتكي من وضعي، بالنهاية انا بحب ربي الولاد، واذا كانت بنت رفيقتي يعني طلع عليها شوفها ما ألذ وما احلاها. ولا تنسى وضعنا، نحن بحاجة مصاري. انت لا تهتمي بهالامور وفكري بحالك بقى. انت متأكدة من قرارك هاد؟ مرتاحة هيك؟ يعني ما في شي عم بيضايقك؟ ايه متأكدة. ايه لوقت ما لاقي شغل، يعني بشتغل هيك مؤقتا. ليش عم تاكل خبز يابس بدون شي؟ كنت جيب معك صفيحة وحط بقلبها بقدونس بتطلع أطيب بكتير. بعدين اطلع عليها ما شاء الله، شوف ما أحلاها، مثل الملاك، شوف قديش حلوة للبنت. بيقولوا الطفل بس يخلق بيجوا معه الملايكة مشان يحموه ويحرسوه. عم تحس بالملايكة مو هيك؟ والله يا هالبنت رح تجيب لنا الحظ. ايه شو صار؟ قدرتي تفهمي شي؟ ما في شي جديد امي، عم بيقول انه بريء وما دخله وما قتل خالته. طبعا لانه متجوزين جديد، ما عم يوثق فيكي. اسمعي لقلك، تعرفي شو تعملي؟ حضري له صفرة اكل طويلة عريضة، عبيها اكل وما زاد. بعد ما يسهر ويشرب يمكن يغلط بشي قدامك. شو بكي؟ امي بركي كنا غلطانين بحقه. شو قصدك تقولي؟ يعني بركي مو جميل اللي قاتل خالتي. قلتلك انه اعترف بلسانه هو اللي قتلها، شو قصدك تقولي هلأ؟ ما حدا شاف الجريمة وما حدا غيرك عم بدعي عليه هيك شي، ما عندك حتى شاهد واحد، كيف رح نثبت هالحكي؟ دخيلك يا ربي على هالقصة. عم بيحلف يمين انه ماله قاتل. لتكوني عم تصدقي لهالواطي. انتي قاعدة عم تضيعي الفرصة وانا قاعدة عم استنى اللي قتل خالتك يعترف بالجريمة. رحتي مثل الهبل عشقتي للرجال ورحتي وقفتي بصفه، انتي لازم تتركيه وفورا. امي شو بدك؟ اول ما تطلعي من هون بتضبي غراضك وتتركي هداك البيت. ما فيني امي. ليش ما فيكي بقى؟ هذا بيكون زوجي. اي بيحبني لانه وعم بيعاملني منيح. ولك هذا قاتل خالتك. لك قديش طلعتي غبية؟ لك انا هيك ربيتك؟ وطي صوتك احسن ما سكتك بطريقتي. بعدي عني. امي معي. امي اهدي شوي. ما رح خليكي عند هالوحش. امي ما بصير تحبي. ولك هذا حيوان حيوان بدك تتركيه. امشي معي. ولك هذا مجرم، فهمتي؟ ولك هذا اللي قتل خالتك. كلنا ممكن يكون في بقلوبنا جرح ما منقدر ننساه، مثل ذكرى اخت راحت ضحية، او بنت محرومة من حنان امها وعم تعوض حرمانها بشخص ثاني. شوفك. شوفك. وبمكان تاني في وحدة خايفة يرجع يدق قلبها وتحبه وتنجرح من جديد. وبنفس الوقت في أم عم تبكي وخايفة كتير ما ترجع تشوف بنتها مرة تاني.
وكمان في أم عم تهتم وتدير بالها على بنت غيرها وكأنها بنتها. أنت اللي حضرت الأكل؟ أي حبيبتي، كله كرمالك. كلنا في بقلوبنا جروح ما ممكن إنه ننساها، بس في أوقات شخص غير متوقع بيصير هو الدواء لهي الجروح. والله أنا انبسطت. حي الزهور صحيح كان ساحة لأحداث سيئة مرت عليه من قبل، بس مع هالشي ضل هالحي محافظ على احترام وأخلاق الجيرة وقيمة العيلة. بس للأسف هذا الجو بلش يتغير شوي شوي بآخر فترة. ليكو الوسخين بلشوا يحيوا الليالي هون، مو قدرانين يشوفوا قدامهم. فت عم يقول هدول رفقاته ونسوانهم، مفكر حاله عم يضحك علينا كل ليلة كل ليلة، والله عيب عليه. أصلاً أشكالهم مانا نظيفة أبداً. صح، أنا ما حكيت له أي شو صار من فترة. لما كانت لارا عم تلعب إجا واحد من هدول الرجال وصار يلحمس على شعراتها. شو عم تقولي؟ أي والله، وإذا سمع له أي رح يقوم الدنيا. بتعرفوا شغلي، هدول ما حدا بيوقفهم عند حدهم وما بيطلع من خرجهم غير الشرطة. أي شرطة هدول؟ ما أنا رحت على المخفر واشتكيت عليهم. شو ساووا؟ نفت حاله هالوقح وقال لهم هدول رفقاتي وعم يجوا لعندي. كذاب. اي طبعاً كذاب، بس شو طالع بإيدنا نعمل؟ الشرطة كمان ما صدقونا، هنن بدهم دليل، دليل قوي. أنا عندي رفيق عم يشتغل بالجنائية، سألته مرة قال إذا بالحارة في حدا عم يزعجكم بتوقعوا الكل على عريضة وحدة وبهالطريقة بتحسنوا تطالعوا. نرمين أنت ليش ما قلتي الحكي من قبل؟ رح نعملها. إيه ليش لا؟ هون دولة ديمقراطية والأغلبية بتقرر، ما؟ وشو هالقصة؟ منجمع التوقيع على ورقة واحدة. أنا بدور، أنا بقول للسكان يا جماعة نحن ما بدنا نعيش مع هذا الواطي هون، مو حابين نربي أولادنا بهيك جو، وقعوا لهم بعده وانتهينا من هالنقطة. برأيي ما في داعي ناخد من نية السكان، ليش ما منروح على البلدية ومنقول لهم نحن بشارع الزهور ما بدنا نعيش مع هالزلمة ومنخلص. أنا جاهزة وبروح فورا. ليش أنا شو قلت؟ قلت نفس هذا الحكي بصيغة الجماعة، شو ما سمعتيني؟ إيه مزبوط، والله عقلي مو براسي، هيك طلعت من تمي. أنا عمر عم يستناني، لازم روح أتأخر. أنا فريدة عم تستناني كمان. وأنا كمان بدي أروح. يي 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 توك توك توك. ما بعرف شو بدي أعمل، أنتوا من بعيد مثل العسل، ظراف كتير وما في أحلى منكن، بس همكن ما بيخلص. إف شو عملتي يا صغيرة؟ إف لا تطلعي فيني، أنا ما بغير من تحتك، مالي أمك ولا أبوكي، خلي المربية تبعك تغير من تحتك وتاخد مصاري أجرتها، أنا ما خرجي. ها ليكن إجوا. ما بتصدقي قديش علي شغل مكسور. لا تاكلي هم شي رفيف، هلا بساعدك فيه. اخيرا شرفتوا، عم تتفتلوا وتاركين كل شي، وين كنتوا لهلا؟ انت كيف فتي على البيت؟ فت بمفاتيح الحراميه. عم امزح معك لك بنت، لما اجيت جوزك كان لسه ما طلع لبرا، هو فتح لي وقال لي تفضلي لجوا استني. لا تردي عليها لما قالت لك مزح، مو بعيده تفوت بمفاتيح الحراميه. يا ربي حرام، والله حرام، أنا لسه ما شبعت منك، ليش أخذوكي مني؟ آخ يا بنتي آخ. يا روحي شوفي، أنا رح أشتاق لك كتير يا شيرين. وأنا كمان رح أشتاق لك كتير خالي. أنا عم أطلع عليك وملي عيني منك مشان أتذكر وشك دائما، لأنك مسافرة وصعب شوفك. ماشي خالي، بدي منك ما تنسيني، اتفقنا؟ اتفقنا. ماما ليش عم تبكي؟ مين مزعلك؟ ما حدا، بس لأنه اشتقت لشيرين وأميرة لهيك عم أبكي. أنتي ما اشتقتي لهم؟ لا، عطيني موبايلك العب فيه. لا ماما عم اشتغل فيه. آه بنتي، أنا كم مرة قلت لك ما في تاخدي غراضي وتلبسيهم، هدول بينتزعوا كتير غاليين، بعدين ما بصير يلبسون البنات الصغار. يلا اشلحي هالطوق قبل ما تنزعي. يلا ليكي، تاني مرة ممنوع تفوتي على غرفتي وتنكشي بغراضي، فهمتي ولا لا؟ حاضر.
مالك شو رأيك بلا ما نروح هلا نحضر فيلم أكشن ضرب وقت لو سمحت؟ لأنه لما شوفهم بحس قلبي عم يوجعني، غير إنه المؤثرات تبعهم بيسرعوا. ولا يهمك حبيبتي نيرمين، أنا نقيت كرمالك فيلم حلو كتير رومانسي وفي حب ودراما وهيك شغلات. شو هاد؟ حلق مين هذا؟ مبارح بالليل وصلت وحدة رفيقتنا بالشغل على بيتها، أكيد واقع منها بدون ما تنتبه. رفيقتك بالشغل قلت لي؟ إيه. خلينا نحط لها إياه هون مشان ما يضيع. خلص بكرة لما أشوفها بعطيها إياه. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ لا ما قصدي ولا شيء. يلا نامي يا روحي، نامي نامي يا صغيرة. لا 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 لا، بعدين بقى. والله يا بنتي عمك غسان كان نام من كتر الهز، انخلعت ايدي. يلا يلا تنام، يلا تنام، لا تبح لك طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق، بضحك على الحلوة. لا تنام يا روحي يا روحي. يا الله دخيلك يا ربي، شو صاير لك يا بنتي اليوم؟ خلص بنتي هلا ببكي انا كمان. ها لا تخليني ابكي معك فريدة، والله رجلي يتكسروا من كتر الهز بنتي. يلا ماما يلا تخيلي شغلات حلوه، غمضي عيونك يا روحي. هلا انت بجزيره، شوفي في عربيات، برافو عليكي، وعم يمرق عربيات الخيل كمان، والجو حلو، وبيجي الامير الوسيم. ماشي. والامير، الله الله يا بنتي غمضي عيونك، على شو عم تطلعي حواليكي فريده؟ يا بنتي انت طلعتي عنيده كتير، كانه ما عم تشربي حليبات امك، عم تشربي حليب تيوس. اعوذ بالله، بسم الله. شوفي يا بنتي، شوفي عيونك صاروا حمر وبعدين مفتوحين، على شو عم تطلعي؟ ورجيني على شو عم تطلعي. شو هذا؟ هالحركات اللي عم تعمليهم هدول لشو؟ غمضي عيونك، غمضي. يا الله دخيلك يا ربي، انا بعرف شو رح اعمل فيكي. ايه انا لقيت طريقه، استني. هالعيون رح يتغمضوا على الاخر، هلا رح الزق لك ياهم. استني علي شوي، استني. طلعي علي، روحي 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 فريدة. شوفي هلا، لكن احنا هلا بدنا نروح على المضيق. انت تخيلي تخيلي انه نحن هلا بالمضيق يا عمري، وهيك عم يتمشوا كل رجال ومرته سوا، ويلي بيحبوا بعضهم وعم يطلعوا ببعض. وهلا شوفي وصلنا على اللودوز. لا 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 ما حلو اللودوز، ما بدنا لودوز، ما في لودوز. بدنا نروح على محل تاني. انت بتعرفي اسطنبول امتى وكيف فتحوها؟ هذا يا ستي بسنة 1453 السلطان الفاتح. شوفي يا روحي اجيتي بكير. شفتهم وخلاص، انا ارتحت لهم، بس امل حبت تشوف كم محل كمان فتركتها واجيت. ليش حاططيها بالعربيه هلا وقت نومه؟ لا يا روحي، عم دللها وعم دورها وعم بحكي لها عن اسطنبول. لا مو ضروري هيك ياسمين، حطيها بفرشتها خليها تبكي وبعدين لحالها بتنام. لا لا سكتت، شفتي هذا التكنيك كتير مفيد، هاي استفدنا. لا ياسمين المشكله مو انه تسكت، هلا كل يوم رح تصير تبكي بس مشان تحمليها وتهزيها. انا نجله عودتها هالعاده كمان، بحطها يوم يومين بتبكي وبعدين بتتعود، هيك اريح لي. مستحيل، طفل لحاله بتتركيه؟ بدك تهزيه تهدهديله. انا ولادي واحد بحكي له عن اسطنبول وواحد عن نانا خاتون قصه، وفورا بيسكتوا بيحبوا الحركه. شوفي ياسمين ما رح تستفيدي، رح ترجع ما رح تبكي. شايفتيها مرة نقاقة بتبكي وأنا عم بحكي لها؟ يعني ما بيصير. لا هي منيحة. أنت خليتيها تبكي، ها واقفة بوشها وعم تعيطي، روحي من وشها. ياسمين خلينا نحطها بتختها، رح تبكي شوي وبعدين رح تمل وتسكت لحالها. اسمعيني وقفي شوي. بقى أنت عم تبعتي لها طاقة سلبية من عندك. خلص يلا. خلص خلص مثل ما بدك. يلا خلص خذيها. وأنا كمان ربيت أولاد، يعني شوفي رفيف أنت طريقتك غريبة كثير، يعني مو معقولة طريقتك بتربية الأولاد. أول مرة بحياتي بشوف وحدة بتستمتع بالبكاء. هاتي اعطيني البنت، شوفي شلون عم تبكي. خليني اخذها دقيقتين وهزها شوي بالعرباية. الله يوفقك. ما بيصير تاخديها، تركيها رح تبكي يوم يومين وبعدين رح تسكت لحالها وتنام. اذا بتضلي عم تردي عليها بحياتك ما بترتاحي. قلبي عم يحترق. الله يوفقك، خليني اخذها هاتيها. ياسمين لا، شو رايك تستفيدي من هالفرصه؟ طلعي لبرا شوي وشمي هوا. يلا يا اختي. ما بدي شم هوا، انا بدي اطلع ولم توقيع مشان جميل.
انت اكتبي العريضه. تعي نكتبها تعي، كلها فركه اذن ونخلص. يلا لاحقتك انا. خلص ماما خلص. وينك؟ خلص حبيبتي جايه. جعتي؟ مناكل بشي مطعم؟ مناكل. عفوا. الو نعم. هلا مالي فاضي، بتصل فيك بعدين. قلت لك بتصل بعدين. مين يلي اتصل؟ واحد من رفقاتي بالشغل. خطر على بالي شغلة لازم أعملها، صار لي فترة بأجلها. بس على أساس بدنا ناكل سوا. لا بالأول لازم أعمل هالشغلة ضروري، خليني أنزل قدام. نرمين معقول؟ خلينا ناكل شي. عم بيخبي عني شغلة، بس شو هي؟ تفضل. أوه زارتنا البركة والله، أهلين وسهلين، شرفي، نورتي يا ست نرمين. تفضلي ارتاحي. شكرا لك. شو تشربي حضرتك؟ شكرا ما عبالي شي، كلك ذوق. لا شو هالحكي، ما بصير اجيت لعنا معقول ما نضيفك شي؟ أنا هون مو بزيارة لأشرب شي، جيت مشان أحكي معك عن شي خاص، طبعا إذا في عندك وقت. حتى لو ما في، فضي حالي من شانك، تفضلي عم اسمعك. الموضوع أنا ما بقدر ناقشه مع مريم، يعني طبيعي هي أخته وممكن تخبي عني. يعني المشكلة هي مالك، صح كلامي؟ هو حضرتك تعرف إنه أنا ومالك في بيناتنا علاقة خاصة، ما صار لي شي طالعة من زواج سابق، عشت في تجربة خيانة وكتير تأثرت وماني مستعدة أعيش هالشغلات مرة تانية أبدا. هو مالك شخص منيح وظريف، بس أنا حاسة كأنه عم بيخبي عني شي وما بده يحكي، قصدي عندي شعور إنه في بحياته مرة تانية. المرة التانية هي أنت يا نرمين خانوم. عفوا ما فهمت عليك. ما في شك إنه فعلا مالك عم يخون، بس مو أنت، عم يخون مرته. مرته؟ انت قصدك تقول مرته السابقه مو؟ مالك متزوج وما طلق يا ست نرمين. مالك متزوج وما طلق؟ انت منيحه؟ مع الاسف ما كنت حابب انقل هالخبر السيء لك، انا بعتذر، بس كمان انا ما بسمح ابدا تكوني لعبه بايد هيك واحد. انت مره حلوه ومو ناقصك شي لعاملك بهالاسلوب، بس لو تفتحي عيونك وتحسي بشخص هو مفتون فيك وبيستاهلك أكثر. بخاطرك سيد سامر. الله معك. مفاجأة، نحن هلأ بدنا ناكل هدول كلهم ونخلصهم. عم يقولوا القريب منتشر كتير بالبلد ولازم ناكل هدول لحتى نقوى. يلا افتحي تمك يا بنتي الشاطرة. يلا يا شيرين الحلوة. أنا مو اسمي شيرين، اسمي ديالا. ماما أنا بالغلط نادت لك هيك. يا الله. يا خسارة، وأنا اللي فكرت إنك معجبة فيني، بس طلعت غلطان. لا أنت مو غلطان. إيه غلطان، قصدي أنا لساتني مطلقة عن جديد ولساتني ما رتبت أموري. يعني وضعك مثل وضعي. حضرتك كمان عفواً أنت مطلق مرتك؟ إيه، يعني ما إلي زمان، بس هي أول مرة بيدق قلبي فيها من جديد. ممكن تعطيني فرصة؟ كذبت علي يا مالك. ايه كذبت، كذاب والله. درت بيت بيت بكل الحارة، ما بقي حدا. خدي يا روحي، ما بقي حدا ما أخذت توقيعه. بتعرفي اكتشفت يا ستي انه هذا الزلمة ما في حدا بيحبه، كل بيكرهه، الكل بيكرهه،
جمعت التوقيع من النسوان، طبعا رح اجمع توقيع الرجال بس هن للمسا ليجوا، وبدي لف مره ثانيه بالحاره. الله يعطيك العافيه. اصلا ما بينقبل بهيك شخص مو معروف مين عم بيفوت ويطلع لعنده مو معروف شو عم يعمل. انا بدي اعمل شاي لي، انت بدك زهورات من اللي بتحبيها؟ ايه حبيبتي شكرا كثير، بس بدي اقول لك شغله مهمه رفيف. هذا الزلمه عم يفكر بس نحن ما بنحبه. طولي بالك لاخذ هالتوقيع بالميات وطق برميهم بوشه وخليه وقتها يعرف حجمه منيح. ما بدنا اياه، لو انا بس خليه يطلع له خمس اشخاص مو اكثر، وبيقولوا بالحاره يا ياسمين طلعي ما بدنا اياكي، بحلف بالقران ما بعود. بس انا وحده عندي كرامه وحياء، مو مثل هذا اللي محسوب من البشر بس ما عنده جنس الاخلاق. مزبوط، شكرا، ريحته كثير طيبه. فريده عم تبكي، خليني روح شوفها. لا لا ما فيها شيء، خليكي هون بس دقيقتين بشوفها وبجي. لا ما في تروحي لعندها، لانه غيرت لها وطعميتها ودشيتها ومو ناقصها اي شيء، بس عم تبكي مشان يروح حدا لعندها وتقعد بحضنه. انا حافظتها. بس ما تتأذى من كتر البكي، حرام. ولو ياسمين خلص الله يرضى عليكي ما رح يصير لها شيء، عم اقول لك هلا بتسكر. ما بدي اياها تحس انه نحن رح نعمل لها كل شيء بدها اياه كل ما تبكي. اذا كل مره بدنا نشيلها ونمشي فيها بتبطل تسكت منه. وانا كمان يلي ولدتها، واذا الي حق عليها ولو هالقد خليني روح شوفها. ياسمين بترجاكي مو ضروري. طيب لحظه لرد على امل. طيب خليني روح غسل ايدي. ماشي. ايه امل، ايه رجعت على البيت بعد ما شفت المحل، قولي لي انتي لقيتي شي احسن؟ ايه عم بسمعك. قولي لي كيف مواصفاته يعني؟ هس 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 يا عمري، انتي تاركيني؟ اجيت يا روحي، شو عم تعمل امك فيكي يا مسكينه؟ اوه دخيل جمالك، انا بدي اكلك اكل. بنوتي بنوتي سكتت بنوتي حبيبتي قلبي وعمري. على كل لا تعملي شي لأجي معك وشوفه. ايه تمام هيك بيكون احسن. اه صحيح ياسمين، ما في ولا منشفة بالحمام، وقفي. يا الله منك. ها لقطك ياسمين. اوه هيك تقربي علي. حطي فريدة بتختى بسرعة. ما بدي، البنت عم تبكي ما بدي حطها. وين الترباية بإنك تبكيها ساعات لحالها؟ حياتي انتي ما عم تفهمي علي، ممكن تحطي الصغيرة بتختها لازم تتعلم وهي عم تبكي انه تنام لحالها لما نيجي وقت نومها. هذا المزبوط واللي بيخدم مصلحة الكل، حطيها. شو بدها تتعلم لساتها بنت صغيرة؟ حرام عليكي، كرمال الله ما رح حطها. ياسمين أنا كمان قلبي عم بيعصني عليها وأكتر منك، بس هالبنت لازم تتعود من اليوم ورايح تنام بالتخت لحالها مو على حضنا، لأنه الولد الصغير مثل الصفحة البيضة، كيف ما بيتربى بيتعود. أنا ما ربيت ولد واحد، أنا ربيت خمس أولاد. وأنا ما بعرف ربيه؟ استني يا روحي شوي خلينا نتفاهم مع أمك. أنا عندي ولدين وأنتي لأنه عندك أكتر هيك عم تحكي معي يا رفيف. عيب عليكي، نحن بسباق؟ أنتي فايتة بسباق معي؟ لا تغيري الموضوع هلا، حطي الصغيرة من إيدي. ما بدي. رفعتي حواجبك طبعا يا روحي، انتي امه، مين انا لاحكي؟ اصلا انا ما بيحق لي اعترض ولا بفهم بالتربايه، ما هيك؟ طبعا طبعا، روحي يا قلبي روحي، قدرنا نتعذب يا بنتي. ياسمين انا مو هيك قصدي. ما بيهمني اذا قصدك ولا لا، بس لا تنسي اذا انتي امه انا يلي ولدتها بايدي هدون بدون ما يكون معي اي ادوات طبيه ولا حتى في حدا ساعدني، انا لحالي ولدتها لبنتك. اذا بتتذكري مو متذكره الناس الوسخين والرزلة اللي بالشارع لما يخانقونا بصغرنا، لما يسبونا بيسبوا على امنا وعلى اللي ولدتنا. ومين ولدها لبنتك؟ انا ولدتها، عم تفهمي؟ لهيك انا الي حق عليها، مفهوم؟ كيف نسيت انا لازم روح على البيت مشان اطبخ، بيكونوا الاولاد ماتوا من الجوع. ذكرتيني وانا لازم لا اطبخ. لا توصليني، بعرف وين الباب، ما في داعي. لا روح ان اعرف. خلي عينك على فريده. الله عليك يا عمر، طول الطريق وانت عم تضحكني. مرحبا ياسمين، وين رفيف؟ اهلين رفيف، جوا عم تطبخ لك، هو عم تكوي لك وعاملت لك شعراتها مكنسة لك المسكينة. طيب ماشي، انت كأنه كنت رايحة، يلا بلا ما اخرك، يلا بشوفكم. خاطرك رجال تحفة. اسكتي قليلة أدب، أنا 100 مرة قلت لك ما بدي شوفك عم تتمايعي معه. يا بنت انت هبلة شي، مين عم يتمايع؟ انت شو عم تخترعي؟ ليش عم تتبليني؟ على اساس ما بنعرف مين بتكوني؟ ما تركتي رجال ينفذ من شرك من لؤي وطالع، وشلون كنتي تتمايعي على غسان؟ انا بعرف طبعك بالاول بعدين بتلحمسي بالايدين، شفتك كيف ماشيه معه. عمر عمر ها بتضحكني كثير يا عمر،
طلعي فيني لشوف اذا ما بتركزي بخلع لك نيعك. خلي تمك ضل ملوق من هلا ليوم الاخره. انت عن جد وحده هبله. خرسي يعني ما في بالدنيا رجال ومره بيمزحوا سوا بشكل حضاري ومحترم؟ ما بيصير يمزحوا وخصوصي معك انت. بعدين انت بلسانك حكيتي الرجال اكابري وبتتمنى كل مره. طلعي فيني بحلف بالقران اذا ما ضبطلي مياعه بخرب لك الشركه معهم وبروح بلا كل شيء لرفيف قليل للترباية. صحيح انك وحده ما بتستحي. لك شو هالوقاحه هاي؟ العمى بعيونك وليه؟ لا تعملي لي حالك الملاك اللي عم تحرس العيله من الاشرار. خليكي منتبهه على بيتك وديري بالك على جوزك وبس، لا تتدخلي بحياه الناس. شو هاديه؟ بعدين انا بورجيكي، خليني هلا قلع جميل من هون بالاول وارتاح وراح يجي دورك بعده. لعلمك مزبوط كيف بتخطفي الرجال، والله لعلق بالحاره لافتات ضدك واجمع توقيع الناس وقلعك من وشنا. اساس انا كثير خايفه من توقيعك وطاير عقلي ومو مصدقه انك ساكنه جنبي. شو هالحارة؟ ما في حدا راكز بنوب. يا ابني شو معناته ما بدي اجي المساء؟ لا خلص اتسلى مع رفقاتك شوي ولا تطول، بكفي يلا باي. لا تأخذيني روشان. لا معلش رفيف، بس حسب ما عم شوف مانك فاضيتي لي هلا. بس أنا محتاجة أحكي مع حدا. روشان عن جد أنا كنت بتمنى، بس أنتي بتعرفي بدي حممها لفريدة وهي هلأ موعد فائقتها يدوب لحق. حذري شو نرمين اتصلت فيني وعزمتني اشرب الشاي عندها، قلت لها ما بقدر. أنتي روحي لعندها ولا بتنبسط؟ ما بدي، أنا لازم أحكي معك أنتي. ليش أنا؟ لأنه أنتي الأم الوحيدة يلي بعرفها فقدت ابنها من قبل. يلا فوتي. من وقت ما راحت شيرين ما في يوم عم يمرق بدون ما أبكي. وأنا كمان لما فقدت ابني بكيت لفترة طويلة. روشان أنت عملتي الصح. ليكي شيرين بتعرف إنه هديك أمها، وديالا بتعرف إنه أنت أمها، والتنتين كبروا ما بيعرفوا شي عن القصة، وهلأ فجأة ما بصير تبعدي البنت عن أهلها. يعني كان غلط كبير لو اخترتي تفرقيهم. بتصدقي عم فكر فيها وما عم تغيب عن بالي بنوب؟ تعبت كتير وما بعرف كيف بدي اتحمل هالوجع اكتر من هيك. انتي كيف قدرتي وكيف تحملتي؟ هو بالحقيقة ما هنو شغلة تقدري تتحمليها وتكوني اقوى منها. يعني هو مثل العضو عندك وبيوجعك، ما بيطيب بس بتتعودي على الوجع ولازم تتعايشي معه. يعني بتتعودي عليه. ايه طبعا اذا ما متت قبل ما اتعود بيكون منيح. بتعرفي شو روشان؟ خلي عندك امل. شو بعرفني انا من جهتي لما بتطلع عليكي بلاقيكي محظوظه. انتي شفتي شيرين وممكن لقدام ترجعي تشوفيها. الله اعلم امتى، والله اعلم وين كمان. اللي صار فيني وقت خسرت ابني اني ما قدرت شوفه، وكان في شغلات كتيرة بدي اقول له اياها ومحصوره بقلبي. جبت ورقه فاضيه وكتبت له رساله، كتبت صفحات واخذت ساعات من وقتي، بس حسيت حالي تحسنت. انتي بتقدري تعملي هيك؟ هو بالحقيقه في شغلات كتير جواتي بدي اقولها لشيرين وما قدرت احكي لشي. يمكن بستفيد. يسلموا يسلموا يا رفيف. رح تستفيدي. من الصبح عم اتصل فيكي، ليش ما عم تردي على التليفون؟ انتي زعلانة مني شي؟ روح من هون، ما بدي شوف وجهك عندي بنوب. نيرمين شوفي احكي شو الموضوع؟ شوفي إذا ما حكيتي مالي طالع من هون أبدا. وكمان عم تسأل؟ انت واحد كذاب. أنا بشو كذبت عليكي؟ ما عم أفهم.
معلش تحكي لي بشو ضايقتك؟ انت خدعتني ولعبت بمشاعري ولك عين تسأل؟ نيرمين معناها وانت جاي لهون كنت تشيل خاتم من ايدك ولما تروح وتشوف مرتك بتلبسه مرة تانية وانت حطيت عينك بعيني قلت لي انا مطلق وعلى اساس انا مستحيل اعرف انك متزوج ما هيك مفكر؟ معناها كنت عم تتسلى فيني وبدك ترميني انت غلطانة انت بالنسبة لي مو تسلاي صدقيني انا عن جد بحبك سكوت ولسه عم تقول بحبك اطلع من بيتي نحن زواجنا من زمان منتهي وصار لنا شهور ساكنين كل واحد ببيت نحن زواجنا بس على الورق وقريبا رح ينتهي كمان انا خبيت عنك هالقصة من شان ما اخسرك وهذا هو الموضوع لا من ورا هالعملي خسرتني هلا انت عن جد خسرتني ما تقولي هيك بعدين مين الواطي اللي حكالك هالشي طلعت انت الواطي طلع لبرا بسرعة يلا روح من بيتي عم قلك طيب رح روح بس رح ارجع مرة تانية بلكي بتكوني هديتي وبتحاولي تسمعيني من شان نتفق أنا ما بدي لا أحكي معك ولا أسمع منك كلمة وحدة انتهينا كل شي انتهى يا ربي ليش عم بيكذبوا؟ ليش؟ قلع من هون ولا؟ قلع هذا اللي عملته ما رح اسكت عليه بنوب ورح ورجيك انت وهذا جميل شو بيطلع بايدي ولك هالشغله ما رح تخلص هون لك حراميه بورجيك شو بدي اعمل لك اذا راسكن كبير انا رح كسره لا صباح الخيرات انا بعتذر يا استاذ بالصدفه سمعت يلي صار مع اني ما بتدخل بخصوصياتكم بس صوتكم كان كتير عالي وغصبا عني سمعت يا استاذ قل لي شو صار هذا جميل عمل لك شي مصيبة أصلاً ما بيجي من وراء غير المشاكل نحن هلكنا كتير نصاب خرب لي بيتي ضحك علي وأخذ لي محلي كيف؟ خلاك توقعله على سند بالزور؟ أي سند يا أختي؟ ما عرفت كيف هالواطي غشني بورق الشدة شدة؟ قلت ورق شدة؟ في عنده مأمرة؟ عمل بيته مأمرة؟ بكير والله ولك رح حدها فوق راسه لهالمأمرة اسمع يا أخي بحلف لك انت بيوم ساعدك وهي اجى لعندك مارد المصباح طلع نحن هالرجال عم نشوف منه الويل نحن ما بدنا نهد بيته بدنا نطالعه من هون كلياتنا بالحارة عملنا حملة توقيع على عريضة للبلدية نحن ما رح نسكت عليه هذا واحد خطير كتير ومعروف من زمان بعمايل الوسخة انا بتمنى انك تروح على الشرطة وتقول لهم هذا فاتح بيته مأمرة وانا عنده خسرت مصريات ولادي وعيلتي تعرف لو بتقدم هالشكوى البلدية والشرطة بيتشاركوا وبيقضوا عليه نهائي أنا ما بروح لعند الشرطة وغيره بعرف حل هالشغلة بطريقتي الخاصة وما بيكون اسمي وهاب إذا ما خليته يندم على عملته طيب مثل ما بدك أنت أعلم بعدين يا أخي أي طريقة أو أسلوب ما عندي مشكلة أنا المهم نحن هدفنا واحد لهيك بدي أسألك سؤال ممكن تعطيني موعد تقريبا أنت بدك يعني تخليه يندم على اليوم اللي ولد فيه وعلى هالأساس من أول أهل الحارة بنفس الوقت ليصيروا كتار شو رأيك؟ خلصنا فاهميني أنت شو دخلك بالقصة؟ يا أستاذ طول بالك أنا وياك هدفنا واحد وين رحت؟ يا أستاذ كلمة شبو الجرس؟ ليش هيك؟ فريدة عم تبكي جوا بس ما تطق هالبنت بدي استعمل المفاتيح شو بدي أعمل هذا وضع خطير جاية يا بنتي جاية شو هذا يا تاركين الصغيرة عم تبكي رفيف يا الله شو عم يعملوا هدول نايمين وعم يشخروا والبنت رح تموت من البكاء شو يا حبيبتي؟ شوفوا هالبنت سكتت هدول ما بيفهموا بتربية الولد أبداً يا عمري
هدون امك وابوكي شو هالتربايه اللي عم يطبقوها عليكي، طريقه روسيه ولا المانيه؟ حرام يا روحي انتي، لازم يضلوا يدللوكي ولما تبكي يحملوكي. شو هالتربايه؟ فريده معك؟ لا ليش؟ ولي هلا امك رح تقتلني؟ وين لك؟ حياتي مو قلتيلي لما تبكي ما بصير احملها وانا ما حملتها؟ يمكن تكون عند نجله، خليني روح شوفها. نجله بنتي ردي، انتي اخذتيها لفريده؟ دخيلك يا حبيبتي لا تطلعي صوت. رفيف الصغيره مالها بغرفه نجله؟ يلا خلينا نشوفها اذا هون. خلينا نفوت. يا الله وينها؟ رفيف قبل ما تحكمي لازم تفهمي الموضوع، احيانا الظاهر بيكون غلط. سأليني ليش عملت هيك. اولا جرسكم معطل، اذا بدكم بعرف كهربجي شاطر يجي يصلح لكم اياه، وانتي لا تنسي اعطيتيني المفتاح احتياط. ليكو ياسمين مرحبا. انا سمعت فريدة المسكينة عم تبكي بصوت عالي وانتو يظهر نومكم تقيل شوي. شوفوا بحلف لكم بالله انا بحترم الخصوصيات، والله العظيم هيك فتت ها حتى بدون ما اطلع عليكم مشيت لهون واخذت الصغيرة لا احملها وتوقف بكي. انا رح اترككم لحالكم. ياسمين المشكلة مو هي خصوصياتنا، قلت لك قبل فريدة بتضل بتبكي مشان تحمليها وتهزيها، ونحن بدنا نعلمها تنام لحالها. كم مرة صرنا حاكين بالسيرة، فهمي بقى. ما عم بتحمل، ما عم بتحمل، شو أعمل يعني؟ شوفي أنا ربيت ولدين بجوز معك حق، دللتهم كتير وشطيتهم ومطيتهم، بس كل واحد له طريقته وأنا هي طريقتي بالترباية، أنا هيك بعرف ربي الأولاد، شو فيني أعمل؟ يعني حتى لو ربيتي أنتي خمس أولاد أنا ربيت ولدين. أنا بدي أستقيل عن جد، ما عم بقدر شوفه عم تبكي، أنا هيك طبعي مرة تقليدية، خلص ربيها على كيفي. ضحكتيني على فكرة. لا لا معك حق، أنت ربيتي خمسة وأنا اثنين من خمسة، ثلاثة يعني أنت خبيرة أكتر. تعرفي قديش بحبك، بس أنت ما عم تفهمي علي، أنا عندي خمس أولاد ياسمين، تعبت ما عم لحق عليهم، لازم تتعلم تنام لحالة، ضروري كتير تتعلم، لأنه لما تروحي أنت رح أضل أنا هون لحالي وما بلحق، وأنت كمان كتير حنونة. عيونك عم يدمعوا يا روحي انتي. خلاص بوعدك ما عاد رح احملها وهزها، بس بدي اقلك عن شغله، انا اصلا اجيت ركض لهون مشان خبرك، هذا جميل عرفتي شو عامل؟ فاتح مأمره ببيته. كيف؟ والله العظيم فاتح مأمره وعم يستقبل الناس. اي مأمره هيو؟ عنا اولاد هون وعائلات بالحاره. انا برايي هلا صار وقتها للعريضه، خلينا نطبعها وناخذها على البلديه بسرعه، بركي منحلها لهالشغله. مين؟ أنا ياسمين. شو بكي نرمين عيونك منفخين بكياني؟ عم يوجعني راسي شوي مو أكتر. وأنا كمان وجعني راسي من الحارة. تعرفي شو عامل هذا جميل؟ فاتح بيته مأمرة وعم ينصب على الناس، توقعتي نوصل معه لهون؟ شغل بيته مأمرة؟ كيف لكان؟ أنا ورفيف عم نجمع توقيع مشان نقلع هالمجنون من حارتنا قبل ما جن أنا بعدين من ورا عمايله اللي ما بتخلص. حبيت هالجزمة اللي لابسها كتير طالعة حلوة علي. مو طبيعي قديش معصبة. لك صحي انتي مالك رفيقك، لو تقولي له خليه ارتفه من هون، تحبي الله خليه يتدخل. وليش بدنا نقول له يا روحي؟ شو ما بقي غيره بالبلد؟ لا انا حكيت بس لانه هو هو مانو شي بالنسبه لي. قولي لي ليش، شو صاير بيناتكم؟ ايه بسيطه، تخانقتوا لما حكاكي ولا اخذتك مشغول؟ بتعرفي انا بتصير معي على طول وغساني بيزعل مني، بس هذا حكي فاضي ما بيأثر عليكم بشي. ياسمين قال لي هو مطلق، أتاري طلع متزوج، بعد ما وثقت فيه طلع كذاب. أنت شو عم تقولي؟ ليكي على هالمحتال؟ إذا أجا لهون ألعي ولا بقى تخليه يقرب بنوب، قليل الأدب. نحن قال واثقين بالشرطة، إذا شرطي محترم بيطلع منه هيك فلا عتب على غيره. أنا شكله حظي ما بده يزبط مع الرجال، كلهم بالآخر بيكذبوا علي. بلا حكي فاضي، أكيد مع الوقت رح تلاقي واحد مناسب غيره. ما بحب شوفك متشائمة هيك، خليكي متفائلة. بعدين لازم تشكري ربك، كشفتيه فورا على حقيقته، شو كان صار لو عرفتي بهالشي بعدين؟ خلص انتهينا. وبعد كل شي سوا اجا وعم بيقول لي حتى سامحه. خلص معلش تجربة ومرقت، لا تضايقي حالك، هذا الشي لازم يعلمك، روقي إن شاء الله كله خير. وقال أنا بقول عن حالي ما لي نصيب. أنت يلي ما لك نصيب بالمرة. شو هالحظ المعتر يلي إلك يا علي.
حبيبتي، شو عم تكتبي من الصبح روشان؟ عم اكتب رسالة. اها، لبيت عمتك؟ سلميلي عليهم كتير إذا هيك. مو قلن لشيرين. هاي لشيرين؟ حياتي، بس نحن ما بنعرف عنوانها، لمين بدك تبعتيها؟ ما بدي ابعتها. إذا صار وقدرت شي يوم التقي مع بنتي مرة تانية، وقت رح أعطيها هالرسايل. طلع حكي رفيف مزبوط. حاسة حالي ارتحت شوي بعد ما كتبت يلي جواتي بالورق. هلأ أحسن. طيب يا عمري، معلش تقري لي إياها. حبيبتي شيرين، من يوم ما رحتي وأنا عم فكر فيكي، وشك ريحتك وصوتك ما عم يغيبوا عني بنوب، وأنا عم احترق من شوقي إلك. يا ريتك لما كنتي معي ضميتك أكتر وبوستك أكتر، بلكي بشبع منك. بالليل وبنهار عم فكر فيكي، بعصب من حالي كيف ما استغليت الفرصة وقضيت معك وقت أكتر. ما بتصدقي قديش مشتاقت لك يا عمري. انتي قديش مشتاقت لك وما فيني اوصل لك. يا قلبي، معلش تكتبي بالرساله انه انا كمان هيك حاسس. انت كمان اشتقت لها لؤي؟ معقول ما اشتاق لها يا قلبي؟ يعني لو ما بخجل بقعد معك وببكي من حرقه قلبي. لؤي. جميل جميل جميل، مو عارفه شو عم بيصير. الكل عم بيجمعوا توقيع مشان يقلعوك من الحاره. توقيع؟ شو يعني؟ هي ياسمين كاتبه عريضه انه ما بدهم اياك تعيش هون، وعم بتلف فيها بالحاره، وعم تخلي الكل يوقعوها مشان تعطيها للبلديه. اي دخيلك بعبع على الفاضي. خلي ياسمين تفتل تجمع توقيع قد ما بدها، وخليها تروح وتشتكي علي. ما رح يطلعونا من هون لأنه 3-4 نسوان اشتكوا علينا. يا الله حياتي، لا تضايقي حالك أبدا. ياسمين قبل هالمرة اشتكت علي، وشو صار؟ تغير شي؟ لا. أهلين داود. طب ما تنتبه قدامك، بشو ضربت بسيارة تانية؟ عن جد عم تحكي؟ انت ما بتجيب غير المشاكل. والولد منيح؟ مفهوم. حدا شافك داود؟ اتركه على باب المشفى وتعا فورا لعندي. لا تورطنا بمشكله كمان. حادث شو اللي صار معه؟ مو مهم حياتي، انا هلا لازم روح بسرعه. يا روحي، ماميتك راحت تجيب لك حفوضات، ما بتطول. خلص امل، خلص بس اجي بنحكي. ماشي ماشي، جاي فورا. أمل عم تحاول تسحبه لبرا وتشوفه. يا ربي دخيلك. ياسمين أنا لازم أطلع فورا، قولي لرفيف مالي مطول. ماشي. لوين رايح عمر؟ هو أنا رايح شوف رفيقتي شوي، بس اطمنه ما رح طول. رفيقتك هي خرابت البيوت اللي ما منحبها، ما هيك؟ ليش هيك عم تحكي؟ أنت ما بتعرفيها. شوف أنا رح أقلك شغلة، استني بنتي شوي، وهذا ما حدا رح يقلك يا ببساطة بوجهك، فتذكر منيح النصيحة، هذا الطريق غلط. ياسمين أنا ماني بحاجة للنصيحة، ماشي؟ هذا الناقص. شو يا عصفورتي؟ يلا باي. وبيقول لبنته عصفورتي؟ أنت العصفور الطيار، رفيقتي جابت لك 5 أولاد لتكون أب عليهم، مو ناقصة ولد سادس مثلك؟ أصلاً كلكم هيك بتراهقوا متأخرين وبتنسوا إنه في وراكم عيلة. شو هالرجال المجانين هدول؟ على قد ما جبت حفوضات بيقدوني أكثر من أسبوعين. شفتي لعمر كيف طالع من البيت ركض؟ إيه، وكمان قال لي بده يشوف رفيقته. شوف 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 هالعديم الأخلاق، كأنه هو بريء بيقول لها بدي شوف رفيقتي. إذا ما خربت هالشغلة ما بيكون اسمي ياسمين. امسكي البنت، أنا صار لازم روح، في عندي شغل مستعجل. يلا خدي عني، باي باي. ما بطول عليكي شوي وبرجع، لا ينشغل بالك. أي حبيبتي المامي، أنتي دخيل ريحتك بنوتي. في شي سيد سامر؟ نسيتي هذا الشال عندي نرمين خانوم. شكرا لك. ليش عذبت حالك بالجاي لهون؟ حبيت اطمن عليكي وشوفك. ايه
بدك يعني ضل واقف على الباب؟ بالحقيقة أنا ماني فاضية أبداً، لأنه بلشت بالتنظيف اليوم أنا الصبح. ماني غريب ولو، بعدين بدي أشرب من إيديك الحلوين فنجان قهوة وروح، مو أكتر. تفضل فوت إذا هيك.